لم أفهم يوما كنه ذلك العناد والذي يميز العجائز. لم أعي أبدا سر ارتباطهم العجيب ببيئتهم والتي نشأوا بها أو عاشوا فيها. لم يكن أبي شذوذا عن تلك القاعدة، كان عنيدا في قراراته التي يتخذها، صلبا في تنفيذها كالصخر. كذلك كان مرتبطا ببيته الريفي، وكأنما روحه معلقة بين جدرانه وجنباته. كان هذا سر معاناتي معه في عامي الأخير. أعيش في القاهرة ويحيى أبي في بيت ريفي ضخم في إحدى قرى محافظة المنيا. تقاطعت سبلنا، وقد عزفت حياة الريف الرتيبة واشتهيت حياة المدينة الصاخبة الحية. آثر هو حياة الريف الهادئة الراقدة في بيته والذي ورثه عن أجداد أجداده. ظل طوال الوقت يلح علي أن أعود بأطفالي للبيت للحياة فيه، متواعدا حينا ومتوسلا أحيانا أخرى. ظللت أنا على إصراري ألا أعود. لقد اخترت من قبل ولن أعود لذلك البيت ثانية إلا لزيارة أبي والإطمئنان عليه. تتباعد المسافات والزيارات بيننا، ويزداد الجفاء والغضب بجوف أبي، وهو يرى ابنه الوحيد شقي عاق يقبل رضوخ لرغبة أبيه. وأرى أنا أن من حقي وقد كبرت وتزوجت أن أختار طريقي بإرادتي الحرة بعيدا عن تحكمات أبي ورغباته. في النهاية هي حياتي، ومن حقي أن أحياها كما أشاء. لكنني حافظت على وصاله، أتصل به في كل يوم مرتين، وأزوره مع أبنائي كل شهر مرة. ظل الحال هكذا حتى عام قبل الآن. كان ذلك حين أصيب أبي بالشلل. حاولت في ذلك اليوم أن أتصل به لأطمئن عليه، لكنه لم يرد. ظل هاتفه يرن بلا إجابة طوال الوقت. وفي النهاية وقد بلغ القلق مني مبلغه، لم يكن أمامي إلا أن أستقل أول قطار لأذهب وأطمئن عليه. بلغت المنيا وقد حل الظلام على رصيف المحطة. وصلت البيت وأذان العشاء يرتفع من المآذن المحيطة به. دخلت البيت فرأيت ما هالني. كان أبي يركض على وجهه فوق أرض الصالة الخشبية بعجز ويأس في انتظار موت بطيء، بعد أن فقد الأمل في أن تدركه نجدة ما. وعلمت منه بعد حين ما حدث له. في البداية كانت هناك تلك الصاعقة الكهربية العنيفة والتي اجتاحت عقله واعتصرته فجأة، فسقط بغتة دون أن يدري بنفسه مخشيا عليه. كان يسير حينها في صالة البيت، وقد فرغ من جمع بعض أوراق النعناع من الحديقة ليجففها ويحفظها. حين أفاق بعدها كان شقه الأيمن بأكمله قد سلب منه للأبد وداهمه الشلل. حاول أن ينهض فلم يقدر، حاول أن يسحف على الأرض نحو أي مكان فخانته قدماه وذراعاه. راح هاتفه المحمول يرن بإصرار طوال الوقت دون أن يقدر هو على الوصول إليه. جاهد كثيرا أن يفعل أي شيء لكنه عجز. في النهاية ظفر به اليأس فارتضى بالنهاية والتي رآها دانية قريبة، فكف عن المحاولة وركض باستسلام في انتظار موت رآه حتميا. رأيته راكدا على الأرض واهنا عاجزا. لم أتمالك نفسي، رحت أبكي وأنتحب وأنا أحتضن جسده الضئيل بقوة، وكأنما ألتمس بهذا أعذارا قوية لأنني لم أكن بجانبه حين جرى له ما كان. كان ضميري متأججا بداخلي مؤنبا إياي عن تركي لأبي يعيش بمفرده. رحت ألوم نفسي وأنا لا أدري كيف أكفر عن ذنبك هذا ارتكبته في حق أبي. لم يحدثني حينها، اكتفى بنظرات مؤنبة وصامتة كان يرمقني بها وقد استكان جسده الضعيف بين يدي دون مقاومة أو تذمر. حملته إلى الحمام
ونظفته من فضلاتي والتي عجز عن كتمانها فتحررت. بدلت ملابسه المتسخة بأخرى نظيفة. ذهبت به لحجرتي ثم استدعيت الطبيب. فحصاه الطبيب ليخبرني أنها جلطة وقد استكنت في مكان ما في ثنايا مخه. أنهت قدرته على التحكم بشقه الأيمن للأبد. أصابت شذرة من تلك الجلطة العينة لسانه فأثقلته هو الآخر وأخرسته. صار نطقه عثيرا ثقيلا مبهما غير مفهوم. لم أكن لأتركه حينها في البيت بمفرده وقد صار في حاجة لمن يرعاه ويهتم بأمره طوال الوقت. أخبرته بأنني سأصطحبه للعيش معي في منزلي بالقاهرة. فارتجف بدنه في ذلك الوقت. امتقع وجهه. رمقني بذعر منزعجا مما قلته. اتسعت عينه السليمة. ضاقت الأخرى الواهنة وتجعدت أكفانها. راح حينها يجاهد بعياء كي يتحدث. خرجت منه كلمات ممزقة مرتبكة غاضبة. لن أغادر البيت أبدا. لن أذهب إلى أي مكان. يمكنك أن تقيم أنت هنا لو شئت رعايتي، لكنني لن أترك البيت. قالها أبي وراح يلهث بعياء وهو قزيم. لم أرغب في معارضته في مرضه وضعفي هذا، لكنني لم أكن لألبي رغبته هذه أبدا. لم أكن لأعود للبيت ثانية، ليس بعد كل تلك الأعوام الكثيرة من انتقالي للقاهرة حيث عملت وتزوجت وأنجبت. كان من المستحيل أن أعود لبيت أبي مرة أخرى. إن كان على أحد منا أن يغير إقامته وبيته فهو أبي حتما وليس أنا. أتمنى لو يعي هذا ولا يركب رأسه عنادا. قلت له وأنا أربط على رأسه بإشفاق متحاشيا النظر إلى عيني: تعلم يا أبي أنني لا أستطيع أن أعود. في القاهرة حياتي وعملي وزوجتي وأولادي ومدارسهم، إن حياتهم كلها بالقاهرة، ومن المستحيل أن أغير كل هذا لأعود إلى هنا ثانية. ترقرقت في عيني دموع حارة سالت على وجنتيه، فأشح بوجهي للناحية الأخرى مبعدا عينيه عني، غمغم بإحباط وضعف: إذن اتركني هنا وارحل، عد إلى حياتك التي اخترتها ودعني للبيت، إنه سيرعاني. كان الطبيب الشاب الذي فحصه قد طالبني بإبعادي تماما عما يزعجه أو يثيره، لذا صمت دون أن أسأله كيف أتركه بمفرده بالبيت وهو مريض هكذا، بل وكيف سيرعاه البيت كما يظن، ولماذا لم يفعل حين مرض فجأة. لكنه لم يصمت، راح يجاهد لسانا عاجزا كي يبوح بما في قلبه من أغلال تقيده بالبيت. قال كلمات متقطعة كثيرة عن البيت، كلمات لم أهي أغلبها، تتحدث عن البيت والذي لا يمكن مغادرته، عن اللعنات التي ستنهال فوق رؤوسنا لو تركناه. تركته يبوح بما في صدري دون أن أجادله. تكلم كثيرا وفي النهاية أطلق صرخة بائسة حانقة من حنجرتي الجليلة، ليقول بعدها باكيا: افعل ما شئت ما دام مصيرنا لا يعنيك، لكن لتعلم انك سوف تعود للبيت بإرادتك او رغما عنك يوما ما. هذا مصيري ومصير أجدادي منذ ظهور كاملة، وهذا هو مصيرك أنت أيضا وذريتك من بعدك. أعلم أنني لن أقدر على منعك الآن من نقلي إلى بيتك رغما عني، لكنك يوما ما ستعرف الحقيقة. سوف تندم حتما يومها على ما فعلته بي.
هيا أبعدني أيها الشقي عن البيت، لن أقاومك، لكنني لن أسامحك أبدا على ما تفعله بي. ثم راح عيناه ينتحب بلوعة، وكأنما ستفارق روحه وجسده على عتبة البيت حين يغادره. كنت أشفق عليه مما يكابده من أفكار ومن أشواقه الغريبة نحو البيت، لكن كان علي أن يعيش معي ليتم به ورعاه، وهذا ما فعلته. أنا أقطن في ضاحية المعادي بالقاهرة في شقة تحوي شرفة واسعة ترى منها منظرا بديعا للنيل في كل وقت. أحب أبي تلك الشرفة، اعتاد أن يذهب إليها كل يوم قبل الغروب ليجلس فيها حتى موعد نومه. بدأ أن رؤيته للنيل تريح قلبه وتطفئ في نفسه الكثير من الأشواق والتي لا تنتهي لبيت غادره مرغما. ظل يفكر في البيت دوما، لا يبرح عقله يتذكره. ما زلت أذكر كيف مضت أيامه الأولى بمنزله بالقاهرة، كانت عسيرة عليه وعلينا. قد أصابته نوبة حادة من الاكتئاب الشديد، صامت تماما ولم يعد يحدث أيا منا، عفى عن الطعام أو الشراب، امتنع عن تناول دوائه، بدأ وكأنما يبحث عن الموت ولا يعبأ بالحياة. لم يكن هناك من بد عيناه من نقله لإحدى المستشفيات الخاصة للعناية به، وقد شرف على الهلاك. في المستشفى أمدوا جسده بما امتنع هو عن تناوله من طعام وشراب، غيبوا عقله المتأجج بالتفكير في البيت بالكثير من المودئات ومضادات الاكتئاب كي يكف عقله ولو قليلا عن التفكير في البيت. حينها لم أكف أنا عن التساؤل، ما الذي يربطه بالبيت هكذا حتى أنه شرف على الهلاك من أجله؟ لماذا يرفض عقله أن يغادره كما غادره جسده؟ لكنني لم أصفر أبدا بإجابات تطمئن قلبي أو تروي فضولي. أحمد الله أنه لم يهلك عيناه. مال الطقس إلى البرودة في هذا اليوم، فنبهتني زوجتي لهذا ونصحتني: حاول أن تقنع أباك أن يترك الشرفة، إن الطقس صار باردا وأخشى أن يسقمه هذا البرد ويمرضه. كنت على وشك تبديل ملابسي حينها، وقد عدت من عملي فعدلت عن هذا واتجهت نحو الشرفة. شعر أبي بخطواتي فقال دون أن يلتفت نحوي وبصوت تحسن الآن كثيرا عما كان عليه منذ شهور: إذن فقد عدت يا شاكر، تعال إذن لتجلس بجواري وتستمتع برؤية النيل معي، إنه رائع اليوم، رائع وصاف كما كان دوما منذ آلاف السنين. جذبت مقعدا من الخيرزان وجلست بجواري، وأنا أجيبه مبتسما: أنت تعرف كيف تستمتع بوقتك جيدا أيها العجوز، ليتني أقدر أن أفعل مثلك، لكن دعنا من هذا، قل لي كيف حالك اليوم؟ أفضل منك لو كنت تسأل عن صحتي، ألا ترى هذا؟ أرى هذا بالفعل، لكن أخبرني أيها العجوز، ألا تشعر بالبرد؟ لقد ارتجف جسدي من هذه اللحظات القليلة والتي جلستها معك ها هنا، إنه حقا يوما باردا. فالتفت نحوي بجسده، رسم ابتسامة باهتة على فمه، بدأ وكأن كلماتي أحرزت هدفا في مخيلتي. بعد حين غمغم بشيء من السخرية: لابد أن يرتجف جسدك من تلك النسمات الندية، لأنك نسيت البيت وحياته وطقسه، لكنني لم أنس بعد. تلك النسمات الباردة والتي يرتجف جسدك منها هي ما يذكرني ببيتي وبيت أجدادي، إنها نفس النسمات والتي طالما حملها البيت لنا وأرسلها النيل إلينا،
إنها النسمات التي لم تسقمنا يوما ولم تقشعر منها أبداننا. شعرت بالحنق مرة أخرى لعودة أبي لحديثي عن البيت، لأعلم متى أحدثه يوما في أمر ما دون أن يقحم البيت في حديثي. وجدت نفسي أقول له معاندا: لكني أخشى أن تصاب بنزلة برد هذا اليوم، أنت لم تسترد كامل قواك وصيحاتك بعد، ولا أظنك تحتمل هذا الطقس. أعدني للبيت وسأعود كما كنت، أعدني له لأسترد قواي ثانية. استمع إلي لمرة واحدة يا بني، وانظر بعينيك حينها كيف سأكون. افعلها وسترى. غمرني الضجر حينها، تمالكت نفسي بصعوبة أمام إلحاحي، فهتفت به قائلا: يا أبي بالله عليك كف عن هذا، ألم ننتهي من هذا الحديث من قبل؟ لقد أخبرتك أنك لن تعود للبيت قبل أن تصير معافا تماما. أنت ما زلت مريضا، ما زلت في حاجة للرعاية والاهتمام. أما هل ترانا قصرنا في حقك ها هنا لترغب في تركنا؟ رمقني بعجزي للحظة بنظرة حملها الكثير مما يعتمل بداخله، ثم أشاح بوجهي بعيدا عني، نظر للنيل بشرود وغمغم بحسرة: يا بني، أنت لا تشعر بما أشعر به، إنني ها هنا بعيدا عنه، بعيدا عن الموطن، إنني هنا رجل غريب. لم أتمالك نفسي للحظة، لقد عجزتني كلماتي الغريبة عن أن أتحكم في مشاعري، فقلت له بصوت ارتفع كثيرا: أي وطن هذا الذي تتحدث عنه؟ إنه بيت يا أبي لا أكثر، كومة من الحجارة والأخشاب. إن وطنك الحقيقي هو أبناؤك وأهلك، وها أنت بينهم بالفعل، فأي غربة تلك التي تشعر بها؟ لم يبدو أن كلامي أزعجه، لابد أنه اعتاد رفضي للبيت، أو ربما هو عناده الذي اشتهر به، لذا وجدته يقول بهدوء: لكنني بالفعل في غربة، أعدني للبيت وستنتهي تلك الغربة، إنني ها هنا ضد إرادتي وضد إرادة البيت، إن البيت يناديني وعلي أن ألبي نداءه، أعدني إليه ثانية ولو كان في هذا موتي، إن هذه هي رغبتي، فلا ترهقني بتعنتك هذا ولبها، عليك أن تفعل لو شئت أن تطيعني وترضيني. لا أصدق ما يتفوه به الآن، أبي يرى أن للبيت إرادة ما وأنه يناديه ليعود. شعرت أن عقل أبي ينزلق يوما بعد يوم نحو الهاوية والهذيان، إنه على وشك فقدان عقله تماما. فرمقته بإشفاق، تنهدت بعمق كي أستعيد رباط الجاشي، ثم قلت له هادئا: أية إرادة وأي نداء يا أبي؟ إن هذا الذي تزعمه غير صحيح، إنه مجرد بيت، إن كان البيت حيا حقا فهذا في عقلك أنت فقط، وأنت الوحيد القادر على وأده وقتله. أفق يا أبي من تلك الأوهام، عد لصوابك، إنني أرجوك من أجل نفسك ومن أجلنا أن تفعل. لم تروقه كلماتي، فابتسم أبي بمرارة وتهدج صوته قائلا: أتعلم يا بني لماذا لا تغضبني كلماتك؟ لأنك لم تعلم بعد، لأنك لم تحيا طويلا بين جنباته لتعلم أسراره، لأنك لم تدرك الرابط الذي يجمعنا بالبيت. إنني لست ناقما عليك أو غاضبا منك، إنني أشفق عليك من أعماقي، أشفق مما أنت مقبل عليه وتجهله. ثم عاد لصمته بعدها،
شرد ذهني في عوالمه المجهولة لبرهة قبل أن يقول بعدها، وهو يهش بيده اليسرى ذبابة خفية عن وجهي: أعلم أنك تسخر مني الآن ومما أقول، وربما تقول في أعماقك أنني قد صرت عجوزا خريفا، لكنك يوما ما ستدرك أن البيت لم يكن أبدا ولن يكون مجرد كومة من الأحجار لا حياة فيها، إنه حياة كاملة عاشها آباؤك وأجدادك، ذكريات حقيقية لن تتبخر في الفراغ بغتة، أحلام تحققت وأخرى مؤجلة. البيت ميثاق لا يحتمل النقد بيننا وبينه، ميثاق حافظنا عليه منذ عقود طويلة، وسيأتي دورك يوما ما للحفاظ عليه. وقتها بدا لي انه لا جدوى من مجادلتي او الحديث معه في هذا الشأن، فككل مرة لم ارغب في الاثقال عليه فصمت، اعلم ان كل ما قاله عن الحياة بالبيت والذكريات والميثاق الذي بيننا وبين البيت هراء لا يجب الالتفات اليه ابدا. اعلم كذلك انني لن اعود للحياة بالبيت ابدا، ان بعقل الكثير من الافكار للبيت والتي اؤجلها حتى يصير ملكي، لكني لن اخبره بما انتويه كي لا ازعجه او اغضبه. قطع ابي الصمت الذي دام بيننا طويلا ثم قال: اين ابناؤك يا شاكر؟ اسالهم ان ياتوا ليجلسوا معي. كان لدي طفلان، عبد الحميد والذي اسميته على اسم جده، ورامي والذي اختارت له امه هذا الاسم. ذهبت لعورتيهما واخبرتهما ان جدهما يطلبهما، كان يحبانه كثيرا لذا اسرع اليه على الفور. بعد قليل تعالت ضحكاتهم جميعا، فاطلقت ظفره حاره وتنهدت بارتياح لضحكاتهم. ليت سعادته بهما تنسيها البيت واوهامه، تدفعه للعدول عن مطالبته لي دوما بالعوده للبيت. ليت هذا يحدث. اختي الوحيده اسماء لا تعيش بمصر الان، تخرجت من كليه الصيدله منذ 5 أعوام، تزوجت بعدها بزميل لها، غادرت معه الى الكويت حيث كان يعمل، لكنها حين علمت بما أصاب أبي عادت لمصر من فورها جزعا وقلقا. ازداد توترها وقلقها حين رأت أبي وما وصل إليه، همست إليه ودموعها تنساب على خديها بالانقطاع، وقد انتفخ جفناها وتورمه، صارت عيناها حمراوين كالدم. لا أصدق أن ينتهي الأمر بأبي هكذا. عبد الحميد به منصور، والذي كانت القرية بأسرها تهتز لنظرة منه، يصير قاعدا عاكزا لا يستطيع أن يهش عنه ذبابة حقيرة. إن هذا كثير لا يحتمل. أعلم كم تحب أختي أبي، أدرك كم غضبها مما وصل إليه من ضعف ومرض بعد أن عاصرت قوته وفتوته. آلمني وجعها فانتقلت لجوارها وضمنتها لصدري بإشفاق، قلت محاولا التخفيف عنها: لتحمدي الله على ما وصل إلي الآن، أنت لم تشاهدي كيف كان قبل ذلك، كان الأمر أسوأ كثيرا مما عليه الآن، لقد استرد كثيرا من عافيته وصحته والتي سلبته تلك الجلطة اللعينة إياه. لكنني لا أبكي فقط على ذلك الشلل الذي أصابه، إنني أبكي على ما آل إليه عقله. ألم تلحظ كيف صار يتحدث حديثا غريبا لا يعقل؟ هل تعلم أنه طلب مني أن أقنعك بأن تعيده لبيتنا القديم ثانية؟ إنه يظن أن في هذا شفاءه. حاولت أن أفهم منه كيف سيحدث هذا، وحتى الآن
لا أصدق ما أخبرني به، إنه يعتقد أن البيت سيرعاه ويبرئه مما هو به. قالتها أختي وراحت تنتحب. لم أجد ما أعزيها به، فتشت في عقلي عما أخفف به عنها، فقلت لها مازحا: وهل حدثك عن العهد والميثاق الذي بيننا وبين البيت؟ أراهن أنه قد فعل، إنه لا يكف عن الحديث عنه. إنه أخبرني به بالفعل، لقد ظل يحدثني أن بيننا وبين البيت ميثاقا قديما، وأن البيت يرعانا من أجل هذا، وأننا حتما عائدون إليه ثانية. لم يدهشني ما تقوله، لقد سمعت هذا الهراء مرارا، فقلت لها بلا مبالاة: دعك مما يقوله، إنها تلك الجلطة اللعينة والتي أصابته، هذا ما أخبرني به طبيبه، لقد سببت له خللا شديدا في مراكز إدراكه ووعيه، لابد أنها هي السبب في تلك الأشياء الغريبة والتي يفكر بها ويعتقدها. ثم غرقنا في الصمت لبعض الوقت قبل أن يهدأ نحيبها وتمسح دموعها بالمنديل ثانية وتعدل من ملابسها، ثم قالت بجدية: هل تعتقد أن ما يذكره مجرد هذيان سببه المرض؟ ألم ترى كيف يتحدث عن البيت بإصرار غريب؟ أنت تعلم جيدا أن هناك شيئا ما غامضا ومخيفا بهذا البيت. لقد ظل البيت مثار دهشتنا وحيرتنا دائما. يا إلهي، بالله عليك لا تكرري ثانية ما قلتيه، لا أصدق أنك أنت الأخرى تعتقدين في هذا الهراء. يا عزيزتي، الشيء الوحيد الغامض والذي يتعلق بالبيت هو الأوهام التي غرزت بعقولنا، إننا من يختلق مثل هذه الأوهام ثم يصدقها، وما هو في النهاية إلا بيت عادي مثله مثل مئات الملايين من البيوت في كل مكان. لم يبدو على وجهها الاقتناع بما قلته، فقالت لي بإصرار وعناد: وهل نسيت كيف كان جدنا يرفض بحزم أن يغادر أحدنا البيت إلا للضرورة؟ ألا تذكر كيف كان أطفال القرية يرفضون أن يأتوا لزيارتنا في البيت حين كنا صغارا؟ هل نسيت نادية شحاتة صديقتي، والتي قالت لي حين سألتها لماذا لا تزورينني، فأجابتني بأنها تخاف من بيتنا، إن بيتنا لم يكن أبدا في أي يوم بيتا طبيعيا، لكننا نحن من كان يتجاهل هذا. لقد تعمدنا أن نغمض أعيننا ونصم آذاننا ومشاعرنا عما نشعر به نحو البيت. كنت أفهم ما تقوله، كنت أعلم الأقاويل التي تناثرت في كل مكان حول البيت، لكنني كنت أعذو مثل تلك الأقاويل إلى قدم البيت. لقد بناها أجدادي منذ قرون، قد كان أقدم بيت في القرية كلها. هذا ما أخبرني به جدي يوما ما، لقد كان أول منزل تم بناؤه وسكنه بالقرية، ولهذا فلا بد أن تختلق عنه بعض الحكايات والأساطير مع مرور الزمن. إن الأشياء القديمة تثير الخيال والظنون على الدوام. لا بد أن أهل القرية كانوا يتعجبون من أن أجدادي قد بنوه بالأعجار الضخمة والأسقف المرتفعة، في وقت كانت كل البيوت من حوله طينية منخفضة. لابد أن بناءه على هيئة قصر ذو برج خلفية مرتفع يصل للسماء كان غريبا حينها على أذهانهم، والتي لم تعتد شيئا كهذا. لكن أجدادي كانوا أثرياء بلا شك، كان من حقهم أن يشيدوه كما يشاءون. إنني أوقن أنه لا شيء حقيقي في هذا البيت إلا أوهام صنعها الجهل والقدم والغرابة، ولهذا قلت لأختي معتدا: كفى كفى أنت الأخرى عن هذا الهراء، لا تحاولي أن تختلقي أساطير حوله، يكفيني أساطير أبي والتي لا يمل منها.
إلا أنها قالت معترضة. وماذا عن أمي؟ أما زلت تذكر كيف ماتت؟ أم تراك قد نسيت؟ شعرت حينها بالعنق. لم يكن عليها أن تعيد إلي ثانية تلك الذكرى الأليمة. كانت تجرني للذكرى والتي أحاول أن أتنساها دوما وما أنفك أعود إليها. كيف ماتت أمي؟ نهضت من مقعدي، اتجهت إلى النافذة، تطلعت بشرود إلى النيل الرابد بسكون تحت أضواء أعمدة الإنارة الحمراء. عشرات المراكب تكسو سطحه كطحالب قميئة. لفنا الظلام والأفكار لبرها، ثم غمغمت دون أن ألتفت إليها. لقد كان حادثا، مجرد حادث لا أكثر. لكنه لم يكن كذلك، من المستحيل أن يكون كذلك، أنت تعلم هذا، بل كنت أنت من أخبرني بهذا من قبل. أتود أن أذكرك بما ذكرته لنا حينها. فأجبتها ببرود، لقد كنا صغارا في ذلك الوقت، لابد أن للأوهام والخيالات دورا فيما تخيلته قد حدث. لقد كنت آذي حينها حتما. هذه ليست الحقيقة، لقد رأيت بعينيك ما حدث، بل أنت الوحيد الذي رأيته. لقد قتلها البيت، هذا ما هددها به جدنا قبل رحيلها، أليس كذلك؟ لم أعقب على ما قالته، صمت. سبح عقلي مرة واحدة نحو الماضي البعيد، إلى أمي التي ماتت في ذلك البيت المشؤوم أمام بصري. طفت على صفحة ذاكرتي ذكرى كريهة ليتني أنساها يوما. كان خطأ من أبي أن يتزوج من أمي، خطأ أدركه كلاهما بعد حين، لكن هذا حدث متأخرا للغاية. تلك الفاتنة والتي عاشت وتربت بحرية وانطلاق في الأسكندرية لم تكن لتتقبل طويلا أن تحيا حبيسة بين جدران بيت ريفي ممل حتى لو كان قصرا. كان عليها أن تعي هذا في البداية، لكنها لم تفعل. كان أبي قد تعرف على أمي في إحدى زياراته الأسكندرية، أعجبها وأعجبته فخطبها على الفور. لم يكن جدي راضيا عن اختيار أبي، يبدو أنه كان أكثرهم حكمة حين خمن مبكرا كيف ستكون النهاية، لكن أبي كان مصرا، فلم يملك جدي إلا القبول مرغما. أنجباني، ومن بعدي بأعوام جاءت أختي. لا أذكر الكثير عن أمي في طفولتي، لكنني ومن بين أسرار ذاكرتي أذكر أنها كانت دائمة الشجار مع أبي، كما كانت قليلة الابتسام نادرة الضحك، بخلاف ما كنت أراها عليه في ألبوم صورها، والذي حمل بين طياته الكثير من ذكريات صباها وشبابها المبكر قبل الزواج، والذي كانت تحب دوما أن تتطلع إليه سابحة في ذكرياتها السعيدة البعيدة. لم تكن أمي سعيدة، أدركت هذا حين تعلمت أن هناك شيئا اسمه سعادة وشيئا في المقابل يدعى التعاسة. كانت تكره البيت، تكره تعلق أبي وجدي به، كانت تخشى جدي ولا أدري السر ذلك، فلم أره يسيء معاملتها يوما أو يغضبها. في النهاية وحين أدركت أنها لم تعد تعتمل الحياة هكذا أسيرة لجدران هذا البيت للأبد، قررت الانفصال عن أبي وطلبته بالطلاق. ثار أبي بشدة، لقد كان يحبها. كنت حينها أتلصص عليهما دون أن أشعر بالعار من أن أفعل شيئا كهذا. كنت أرغب في أن أعلم كل شيء يدور بينهما وأن أطمئن إلى ما ستؤول إليه الأمور بينهما. إنها أمي، وقرارها سيؤثر حتما بصورة ما على مصيري أنا وأختي الصغيرة حينها. أخبرها أبي بأنه يحبها،
لكنها اعتدت عليه بأنه لو كان يحبها حقا لغادر البيت معه، ثم عاش سويا في مكان آخر حيث يمكنهما أن يجد السعادة. ما زلت أذكر ما قاله لها حينها برجاء وعجز: إنني لا أستطيع أن أترك أبي أو البيت، لا يمكنني أن أفعل هذا، إن هذا أكبر مني. فسألته هي معتدة وثائرة: ولماذا لا تفعل؟ ماذا بالبيت من أسرار تخفيها عني؟ أخبرني بالحقيقة، أخبرني، وأعدك أن أتقبلها حينها وأن أبقى معك لو كانت مبررة ومفهومة. لكن أبي لم يعطيها الإجابة التي تبغيها، بل أجابها بأسف: لا أستطيع أن أخبرك بشيء، ليس من حقي أن أفعل. هنا اشتعل الغضب في وجه أمي، صاحت فيه بثورة وعناد: وأنا كذلك لن أستطيع أن أحيا هنا ثانية، إنني أريد الطلاق وسأحصل عليه، ولتحتفظ أنت بأسرارك وأسرار بيتك، ولأعيش أنا حياتي كما يحلو لي. حاول أبي إثناءها عن رغبتها، لكنها كانت عنيدة للغاية. حين عجز عن إقناعها أرسل لها جدي ليمنعها. لم يتكلم جدي حينها كثيرا، كان صارما مخيفا، اكتفى بأن قال لها مهددا: لن تغادري هذا البيت أبدا، ولن يطلقك ابني، لقد صرت فردا من أفراد العائلة، صرت واحدة منا، فلا تعتقدي أن البيت سيتركك تغادرينه. تقبلي الأمر أو تحملي عواقب قرارك. لم يردعها تهديده المستتر، بل ردت عليه بتحدي مماثل: إنني سأغادره، ولن يمنعني أحدا من فعل هذا، على عبد الحميد أن يحدد بعدها، إن كان يريدني فليلحق بي، وإلا فهناك الطلاق، لكنني لن أمكث في هذا البيت بعد الآن. فتركها جدي بلا تعقيب، فجمعت حاجاتها وأشياءها أنا وأختي، ثم طلبت منا أن نستعد للرحيل معها. حملت حقيبة ملابسنا جميعا، حملت أختي والتي كانت بالثالثة من عمرها حينها، تقدمتني للخارج. كان الوقت حينها ليلا، ولا أدري لماذا لم تنتظر للصباح. حين بلغنا الحديقة الضخمة الواسعة والتي تحيط بالبيت، سرنا بين أشجارها الصامقة المتشابكة. اضطربت أمي فجأة، بدت مذعورة وكأنما هناك ما يفزعها ويخيفها، حتى إن عقيبتها سقطت من يدها. لم أرى حينها أي شيء غريب بالمكان، لكني أذكر الذعر الذي ارتسم على وجه أمي، كيف صارت أنفاسها متلاحقة سريعة. شعرت أنا بالفزع فبدأت في البكاء. راحت تهرول نحو باب البيت وكأنما تلاحقها الشياطين. تركت حقيبتها وتمسكت فقط بأختي، طلبت مني أن أعدو مثلما تفعل، فرحت أجري وأنا أحاول جاهدا اللحاق بها دون أن أقدر، لكنها تعثرت فجأة بشيء ما فسقطت، وسقطت أختي هي الأخرى على مقربة منها، وسقطت أنا الآخر خلفيهما بلا سبب. هل ما أتذكره بعدها قد حدث فعلا، أم أن هول الصدمة لفقدان أمي هو ما دفع عقلي لاختلاط ما حدث؟ وحتى هذه اللحظة لا أدري. ما أتذكره أنني رأيت أمي وقد أحاطها شيء ما كالضباب أو الدخان الأسود، وقد برز من حولها فجأة من العدم. كان الضباب مخيفا للغاية، وقد أطلق الكثير من الخيالات والأواجس في رأسي، فأثار رعبي. وما أثار هلعي حقا هو ذلك العبد الأسود والذي بدا واضحا بين الضباب وهو يحيط بأمي. كان مخيفا للغاية بقامته الضخمة
ورأسي الأصلع اللامع، عيونه السوداء الواسعة المخيفة، ووجهي الجامد. رحت أبكي وأنا أناديها، لكن الضباب الأسود كان قد غمرها تماما دون أن يصدر منها استغاثة أو مقاومة ما. سمعت حينها الزمجرات القوية الشريرة والأصوات المرعبة والتي لا تنتمي للعناجر الأرضية. بعدها لم أشعر بنفسي ولا أدري إن كنت قد نمت حينها أو فقدت وعي، لكني حين استيقظت علمت أن أمي قد ماتت. أخبرني جدي أنها سكتة قلبية، وقد كان هذا ما وجدته مدونا في شهادة وفاتها. هل قتلها البيت حقا كما هددها جدي، أم أنها ماتت ميتة طبيعية بالسكتة القلبية كما ادعى جدي؟ هل ما رأيته حينها كان حقيقيا، أم أنه وهم اختلقه عقلي وقد ساعد تهديد جدي لأمي في أن يرسم عقلي نهاية مزيفة لما حدث لها؟ إنني حتى الآن لا أدري، حقا لا أدري. يحب أبي ابني كثيرا، يصير أكثر سعادة ومرحا حين يلعبهما ويحدثهما. يحب أبي ابني كثيرا، يصير أكثر سعادة ومرحا حين يلعبهما ويحدثهما. كنت أعلم أنه يميل بمشاعره لعبد الحميد عن رامي بعض الشيء، ربما لأنه يحمل اسمه، وربما لأن الشبه يجمعهما سويا، لكنه مع ذلك لم يشعر رامي بهذا أبدا، فقد كان يغمره هو الآخر بمحبته ودعاباته. كان كثيرا ما يقضي أوقاته معهما، حيث يسليهما بحكاياته ومسامراته. كان أمرا طبيعيا كما ظننته، جد يحب أحفاده ويأنس بهم، لكن زوجتي كان لها رأي آخر. لقد بدت منزعجة، أدركت ما يصبو إليه أبي من حكاياتي والتي يلقيها على أذني الطفلين. لم تحتمل كثيرا كتمان مخاوفها في صدرها، ألقت على أذني ذات يوم بمخاوفها. أعتقد يا شاكر أن عمي عبد الحميد يهيئ الأطفال للعودة للعيش في البيت ثانية. أشعر أن هذا ما يصبو إليه بما يقصه على أذانهما من حكايات مشوقة عن البيت. أدهشني بالفعل ما تقوله، فقلت لا محاولا طمأنتها وأنا أضحك بطرافة الأمر. لا تهاولي من الأمر يا حبيبتي، ولا تعطيه أكثر من حجمي، فحتى لو كان هذا ما يصبو إليه فلن يحدث. لن يغادر أطفال القاهرة ليرحلوا عنها، ولن يحتملوا أبدا العودة للبيت القديم والحياة في الريف. أنت لا تعلم يا شاكر ما حدثني به ابنك عبد الحميد بالأمس. لقد سألني لماذا لا نذهب جميعا للعيش ببيت جدي، بل وقال لي أنه لو كان الأمر بيده لذهب إلى هناك ليعيش به للأبد. لم يزعجني ما قاله طفلي لها، رأيت أن كلامه محملا بالكثير من المبالغة والحماس الطفولي، فقلت لها باستخفاف: إنه مجرد طفل يا حبيبتي، طفل تداعبه الخيالات. لابد أن حكايات جده عن البيت وعن حديقته الغناء الواسعة قد ألهبت خياله، فتمنى أن يقضي عمره هناك. إنه مجرد انبهار طفولي كأي انبهار آخر يراود الأطفال في كل لحظة. هل هناك من طفل لا يتمنى أن يقضي عمره كله في مدينة الملاهي؟ إنها الأوهام الساذجة للأطفال، لا تقلقي. لم تعقب زوجتي، وإن بدا أن هواجسها التي تضطرب بداخلها لم تهمل. قررت أن أرى بنفسي ما الذي يخبره أبي لأبنائي عن البيت، لكن فليكن هذا خلسة كي لا يشعر بي أبي، فيحجم عما يخبرهما به درءا لاعتراضي واحتجاجي عليه حينها.
في المساء دخل الطفلان الشرفة كما يفعلان كل يوم. كان أبي على مقعده كعادته يراقب المارة والنيل. عندما دخل الطفلان عليه هش لهما وبش، ثم طلب منهما أن يقتربا منه، فحركا مقعديهما ليلتصقا بمقعده. كنت حينها أجلس مباشرة خلف باب الشرفة في مكان كان من الصعب أن يدركه من مكانهم وجودي. سمعت أبي يقول لهم، ولابد أنه كان يشير إلى النيل حينها بيده: انظرا إلى النيل الجميل، ألا تريان كم هو رائع ومبهج وعظيم؟ إنه سر الحياة الحقيقية لنا جميعا. لا متعة في هذا العالم تضاهي تأمله والنظر إليه. آه لو تدرك كم يبهج هذا صدري وفؤادي. فرد علي رامي بحماس طفل في العام الثامن من عمري: إن النيل جميل جدا يا جدي، وأنا أحبه كثيرا. إن الكثيرين من أصدقائي يغارون مني لأنني أعيش في منزل يطل على النيل وأراه منه في كل وقت، يقولون أنني محظوظ بهذا. هنا أجابه أبي بصفر: وسيشعل غيظهم وغيرتهم منك لو علموا أن لك بيتا يشبه قصور ألف ليلة وليلة تماما، ويطل هو الآخر على النيل مباشرة. إن النيل جميل ها هنا، لكنه لا يقارن أبدا بجماله هناك في المنيا أمام البيت القديم لأجدادكما. كما أن الشرفة العالية المواجهة للنيل في البيت القديم كبيرة جدا ومتسعة، حتى أنها تقارب حجم شقتكم هذه كاملة. هل تتخيلان كيف يمكنكما أن تلعبا وتمرحا بداخلها لو كنا نعيش هناك؟ كنتما لتستمتعا بأوقاتكما هناك كثيرا لو كنتم تعيشون هناك. هنا سأله عبد الحميد بحيرة: ولماذا لا نذهب إلى هناك يا جدي؟ ما الذي يمنعنا أن نفعل؟ فأجابه أبي على الفور: اسأل أباك، إنه هو من يرفض هذا. إنه لا يريد أن يفهم أن البيت قدرنا جميعا، وهو لا يعلم أن البيت لن يتركه بعيدا طوال هذا الوقت إلا لأنني موجود، لكني لا أضمن أن يستمر هذا بعد موتي. ليته يدرك هذا ويعود بنا جميعا إليه، ليته ينسى عناده مرة ويفعل. لابد أن كلا الطفلين لم يفهم ما يقصده، فسأله رامي بحيرة: إنني لا أفهم ما تقوله يا جدي. لا يهم الآن أن تفهم، فحين تصير بالغا ستفهم حتما ما أعنيه. ثم غمرهما الصمت للحظات. قررت خلالها أن هذا كاف، لكن أبي عاود حديثه فعدت أدراجي ولم أقاطعهم. عدت لأستمع لما يقوله: هل تعلمان ما هو الوطن وما يمثله لنا؟ فأجابه عبد الحميد بسرعة: إنه البلد الذي ولدنا به ونعيش فيه. فصمت أبي للحظة ثم قال بصوت رخيم: الوطن يا عبد الحميد أكبر من هذا بكثير، إنه المكان الذي تعيش عمرك كله فيه، ويحمل في ترابه وهوائه ذكرياتك وأحلامك وآلامك. إنه المكان الذي يحميك ويأويك ويلبي كل متطلباتك والتي تكون في حاجة لها. إنه المكان الذي تشعر أنك مستعد للذود عنه بحياتك لو مسه مكروه ما، وتشعر بالتيه لو ابتعدت عنه حينا. ثم صمت بعدها فقال عبد الحميد ابني بحماس: لهذا مصر هي وطننا، إنها تفعل كل هذا. أجل إنها كذلك،
إن مصر هي الوطن الأكبر لنا جميعا لأنها تمنحنا كل ذلك، لكن هناك أوطانا أخرى أصغر وأكثر خصوصية. إن شارعك الصغير هو وطن داخل الوطن، قريتك الصغيرة هي وطن آخر، وقد يكون الوطن الصغير هو بيتك مثلما هو بيتنا الكبير والذي سنذهب إليه يوما ما جميعا مرة أخرى. فقال له عبد الحميد منبهرا: هل تعني أن بيتك الكبير يا جدي به كل تلك الأشياء التي ذكرتها لنا؟ فتهدج صوت أبي وأجابه بلهجة مملوءة بالشجن: كل هذا وأكثر يا بني. البيت لم يمنحنا المأوى أو الحماية فقط، لقد منحنا الكثير. إن به الكثير من الأسرار والخفايا والتي لن تدركها إلا لو ذهبتما وعشتما فيه. إنه وطننا الحقيقي. هنا قال عبد الحميد بإصرار طفولي: هل أخبرك بسر يا جدي؟ لو رفض أبي أن أعود إليه فسوف أعود إليه أنا حين أكبر. إنني مثلك أحب البيت وأتمنى أن أعيش به مثلك تماما. أعدك يا جدي أن أعود إليه حين أكبر. لابد أن ما قاله ابن عبد الحميد قد أسعد أبي بشدة، لكنني قطعت كل هذا حين دخلت عليهم فجأة وقد اكتفيت بما سمعته. كان ما قاله أبي خطير. أدركت الآن لماذا انزعجت زوجتي من هذا. كان أبي يغرس بداخلهما حب البيت، شعرت أنه قد نجح في هذا. هذا يعني أنهم قد يعودون إليه ثانية، لكن حتى لو فعلوا فلن يكون للأمر أهمية حينئذ. فحينها حتى ولو ظل البيت قائما فسأكون قد بعته ولم يعد ملكا لنا. جميعهم لا يدري أنني لا أنوي الاحتفاظ بالبيت بعد موت أبي، لكنني لم أشعر بالراحة أبدا مما سمعته. ظللت طوال ذلك اليوم متعكر المزاج. من مذكرات السيدة كوثر حلمي زوجة الأستاذ شاكر عبد الحميد: أحب حماية بالفعل ولا أخفي هذا الشعور، إنه رجل طيب القلب لم يكن مزعجا أو فضوليا قط. فمنذ اقترنت بزوجي لم أره يوما يتدخل في شأني من شؤوني أنا وزوجي. كانت هذه الصفة مما أحبه في الرجل، ولهذا حين أصيب بالشلل شفاه الله منه لم أنزعج لانتقاله للعيش معنا، مع ما يحمله هذا من أعباء ألقيت على كاهلي نحوه. صار علي أن أهتم بغذائي وأن أهتم بدوائي، كذلك نظافته الشخصية أحيانا. كل هذا لم يكن يضايقني أو يزعجني حقا، ويشهد الله أنني صادقة في هذا ولا أدعي. كنت أرى فيه أبي المريض الذي أصيب بالسرطان وظل يعاني من ألامه وقسوته لشهور طويلة. كنت أنا حينها من يرعاه في كل شيء حتى توفاه الله، لهذا لم يكن ما أقوم به نحو حماي جديدا علي. قمت به راضية من أجل الله ومن أجل زوجي، لكنني ومنذ البداية لاحظت كيف كان عقل حماي وتفكيره غريبين. ظل طوال الوقت يتحدث عن بيته القديم والذي تربى وعاش فيه. لم يمل يوما من مطالبة زوجي أن يعيده للبيت ثانية. كان إلحاحه هذا غريب، لكني أوعزته لطبيعة حماي ونشأته الريفية حيث يرتبط هؤلاء بمساكنهم وأراضيهم بشدة، يكون من العسير عليهم أن يفارقوها. لقد ردد كلاما مبهما عجيبا عن ميثاق ما
نداء غامض يدعو للبيت، حديث قابله زوجي بالاستخفاف وعدم الاكتراث، بل وطلبني أن أسيره فيما يظنه وألا أزعجه بمجادلته فيما يؤمن به كي لا أثقل عليه. في الواقع لم أكن بحاجة لأن يطلب زوجي هذا مني، لأنني لم أكن لأفعل، لكنني كنت أشعر بالحيرة من الأمر كله. لكن ما أزعجني حقا هو ما بدأ أبنائي يرددونه على أسماعي عن رغبتهم في العيش ببيت جدهم القديم. هنا شعرت بالهلع، وقد خشيت أن يكون قد نجح في ذرع أوهامه تلك في عقولهم الصغيرة، وما يعني هذا من إيمانهم بخرافات لا أصل لها وتعلقهم وتصديقهم لها. فعلت حينها شيء لم أفعله من قبل، أقسم على هذا، لقد استرقيت السمع إلى ما يقوله لهم. كان هذا تجسسا، وهو خلق وضيع لو فعله المرء، لكنني في النهاية أم تخاف على أبنائها، ومن حقها أن تعلم كل شيء يخصهم ويدور حولهم، وأن تدفع عنهم أي خطر لو شعرت بهذا. كان يحدثهما عن البيت حديثا آسيرا وجميلا، عشرات الحكايات عن الأجداد الذين عاشوا فيه وصراعاتهم مع الأرض والسلطة والأهالي من حولهم، حكايات مشوقة عن البيت وما به من أسرار وذكريات. إن حمايا هذا بارع للغاية في القص والحكايات، إنني أعترف بهذا، ولهذا فهمت لماذا تعلق الأبناء بالبيت، صاروا يرغبون في الانتقال للعيش به. قصصت ما حدث على زوجي، لكنه طمأنني، أخبرني أن الحل بسيط للغاية، سوف يبيع البيت فور انتقال البيت هذا إلى حوزته بالميراث، وهذا إجراء كفيل برأيي بإنهاء تلك الأحلام والتي تراود الأبناء حول البيت. كان حلا معقولا، فلم أعد أكترث الأمر بعدها كثيرا. تركت الأبناء لجدهم وحكاياتي. كنت أيضا حينها قد اعتدت من حماي على أشياء غريبة، كان كثيرا ما يوهمهم بكلمات غامضة لا أتبينها أو أعيها حتى لو كنت ملاصقة له بجواري. اعتدت كذلك على محادثات مبهمة بينه وبين أشخاص خفية تدور كلها حول البيت، وتنتهي غالبا ببكاء طويل من أجلي. لابد أنها الجلطة التي قد عطلت حسن إدراكي، فصار يتوهم هؤلاء الأشخاص والأشباح ويحادثهم، وربما كان هذا من علامات اقتراب الممات. لقد فعلها أبي من قبلي قبل موتي بقليل، راح يحادث ويناجي حينها أشباحا خفية وأقاربا لنا ماتوا منذ أعوام بعيدة. صار يزعم أنه يرى إناسا لم يعودوا في عداد الأحياء، لكن ما حدث بعد ذلك كان غريبا ومخيفا. كان هذا بعد منتصف الليل ذات ليلة، شعرت بمثانتي ممتلئة فنهضت مترنحة نحو الحمام. كان علي أن أعبر من أمام حجرة حماي وأنا في طريقي نحو الحمام. هنا تناهت إلى مسامعي أصوات غامضة مبهمة تأتي من خلف الباب المغلق لحجرتي. في البداية فكرت أن حماي ربما كان نائما ويتحدث في أحلامي، أو ربما كان متيقظا يحادث أشباحه الخفية كما اعتاد أن يفعل. مضيت حينها في طريقي ولم ألقي الأمر بالا، لكنني حين عدت ومررت ثانية من أمام غرفتي كانت الأصوات أكثر وضوحا وتميزا عمن قبل. توقفت أمام الحجرة وقد ميزت من بينها صوت حماي،
كما ميزت صوتا آخر أكثر غلظة وأكثر قسوة. هنا غمرتني رقفة وخوف مبهم. رحت أفكر بجنون، أيكون هناك أحدا آخر بالغرفة مع حماي؟ كنت أوقن من هذا، إنني أستمع بالفعل لصوت آخر غير صوت حماي، وإن كنت لا أعي ما يدور بينهما بالداخل. فكرت أن أذهب لزوجي طلبا للنجدة، فربما كان لصا قد يؤذي حماي. لكنني قبل أن أفعل أردت أن أستيقن من الصوت وأن أعلم ما الذي يدور بينه وبين حماي من حديث. ففعلت مرة أخرى ما أكره أن أفعله، وضعت أذني على الباب المغلق وتنصت لما يقال. شعرت بالفزع مما سمعت، كان الصوت الغامض يطالبه بالعودة إلى البيت. كان حماي يبكي ويقول من بين بكائه أن مرضه يعوقه عن هذا، لكن الغريب كان مصرا، راح يهدد تهديدا غامضا لم أعيه. طلبه حماي أن يهبه الشفاء وسيفعل حينها ما يريده. كان هذا فوق احتمالي واحتمال فضولي، ففتحت الباب واندفعت للداخل بلا تفكير لأرى بعيني ما الذي يحدث بالداخل. كان عمي جالسا على فراشي، وبجوار نافذتي كان هناك شيء آخر، طيف ما أو هو ضباب ما، لست أدري تحديدا، فأنا لم أره جيدا، لكنني لازلت أذكر زوجا من العيون المتوهكة وسط الضباب كانت ترمقني بغضب. بعدها لم أعي بشيء، فقدت وعي. أفقت بعد قليل لأجد حماي راكضا بجواري يحاول جاهدا أن يعيدني للحياة ثانية. كنت أشعر بالتيه والدوار يعتصراني، تحاملت على نفسي واستندت إلى الحائط. عدت مريضة واهنة إلى فراشي دون أن أقصر على النظر إلى حماي. لم أنم طوال الليل خوفا وأرقا، لم أكن أدري هل ما رأيته كان وهما، أم أن تلك العيون المتوهية المخيفة كانت موجودة حقا. لم أكن أدري كذلك ما علي أن أفعله، هل أخبر زوجي بما رأيته أم أكتمه بداخلي. لا أدري لماذا قررت أن أخفي عنه ما حدث لي، أن أحتفظ بما حدث لنفسي. ما هي مبرراتي لهذا ولماذا فعلت؟ لا أدري، لكنني ولأيام بعدها رحت أتحاشى الحديث الطويل مع حماي، وفعل هو المثل. إنني حائرة مضطربة، لا أفهم ما يحدث حولي. هناك خوف مبهم ونزير غامض يوسوس داخلي ويؤرقني. كيف أتصرف وماذا أفعل؟ إن هذا ما لا أعرفه ولا أدريه. ما الذي يدور بعقل أبي بالضبط؟ هذا ما لا أعلمه ولا أفهمه. هل أصابه لوث ما أو جن عقله؟ أخشى أن يكون هذا ما حدث، خاصة بعد ما فعله اليوم. كنا قد أدخلناه لفراشه لينام، تركته زوجتي بعد أن اطمأنت عليه وأنه لم يعد بحاجة لشيء ما. غفونا بعدها ولم نستيقظ إلا على جرس الباب وهو يرن بصورة متلاحقة وملحة مزعجة. هببت من النوم مسرعا لأرى ماذا هناك، عقلي كان يتخبط من القلق والحيرة. كان حارس العمارة التي أقطنها كان يلهث مضطربا أمام الباب، طلبني بتوتر أن ألحق بأبي، والذي فوجئ به يزحف على الأرض مغادرا المصعد. فأسرع إليه
ليسأله إن كان يبغي شيئا ما أو مساعدة ما. كان ما طلبه منه أبي أن يستوقف تاكسي من أجلي. لاحظ الحارس العجوز اضطراب أبي ولهفته وتعجله للابتعاد عن المكان بسرعة، فشك في أمري، تركه أمام المصعد وأسرع نحو شقتنا لإحضاري. شعرت بالذهول مما أقدم عليه أبي، وقد تخيلت مأربه مما فعل. لابد أنه يرغب في العودة إلى البيت طبعا، أو هكذا تخيل أن بإمكانه أن يفعل. أما كيف كان ينتوي أن يفعل فهذا ما لا أفهمه، ولا أدري من أين له بالنقود كي يدفع حساب التاكسي وغيره من وسائل المواصلات كي يعود للبيت بمنيا. لم أنتظر المصعد ولم ألتفت إلى أنني ما زلت بملابس النوم. هبطت الطوابق الخمسة وثبا حتى وصلت لباب العمارة منقطع الأنفاس. كان هناك تاكسي أبيض قد توقف لأبي، فصعد إليه أبي بمساعدة السائق والذي كان عيناه بجواره. وصلني صوت أبي يأمره بالإسراع والتحرك حين رآني. صرخت في سائق التاكسي وأنا أعد نحوه بأقصى سرعتي أن يتوقف، وبالفعل استجاب السائق لندائي، فاندفعت نحو باب السيارة والذي يجلس أبي خلفه وفتحته لاهثا. زهت بشيء من الغيظ. إنني لا أدري ما الذي يدور بعقلك، لكن هذا الذي تفعله قد فاق كل تصور، يبدو أنك قد فقدت عقلك. لكن أبي بدا ثابت الجنان متماسكا، لم يأبه لغضبي. أجابني بثبات: أتركني أتركني وابتعد يا ابني، سوف أعود للبيت الآن، إنه قراري. راح السائق يتابع بدهشة ما يدور بيننا، لكنني تجاهلته وقلت لأبي بإصرار وأنا أمنع يده اليسرى من جذب الباب ليغلقه علي: لن تذهب أبي لأي مكان، إن بيتك ها هنا، دع عنك رغبتك الغريبة هذه، هيا هيا نصعد للشقة من فضلك وبهدوء. كفى كفى بحق ما سببته من فضائح حتى الآن. هنا انفجر أبي غاضبا باكيا منهارا، راح يصرخ بكلماته في وجهي: أنت لا تفهم أيها الأحمق، ولا تريد أن تفهم، إنني ما أفعل كل هذا إلا لأحميك من نفسك. أنت لا تفهم أي شيء، لا تريد أن تعي أي شيء بعنادك هذا. أتركني الآن لأعود للبيت، أو ستنال غضبي وغضب أجدادك والبيت من قبلهم. دعني دعني أذهب يا شاكر وأعود إليه ثانية، أرجوك أرجوك أن تفعل يا ولدي، دعني أعود، دعني ولا تعذبني أكثر من هذا، لقد تحملت الكثير، لم أعد قادرا على تحمل المزيد. لكنني لم أستمع إليه، تجاهلت ما يقوله، أخرجته رغما عنه من التاكسي وحملته صاعدا للأعلى. قلبي كان يتمزق مما يعانيه وما يسيطر على عقلي من أوهام. أركضته على فراشي، ربطت على جبهته لأهدئ من روعي، فأشاح بوجهي بعيدا عني وهو يتمتم ويكرر: أنت لست تفهم شيئا، لست تفهم شيئا. أغلقت باب حجراتي عليه، ثم تأكدت من إغلاق باب الشقة بمفتاح. احتفظت بالمفتاح في جيبي كي لا يكرر فعلته ثانية، ثم عدت لفراشي. فكرت حينها أن أذهب به في الغد لطبيبه النفسي ثانية، عسى أن يمده بعقار ما يعيد إليه رشده وصوابه. خشيت أن يفعل أمرا أعمقا أو يؤذي نفسه يوما ما. لكن الصباح حمل إلي مفاجأة جديدة. كان أبي مهموما وقد راح في غيبوبة عميقة. أسرعت به إلى المشفى
حيث ركض بالعناية المركزة ثانية. أجرى الأطباء عليه فحوصاتهم وأخضعوه للتصوير بأشعة إكس والرنين المغناطيسي وغيرها. في النهاية أخبرني الطبيب المعالج وهو يهز يديه بهيرة: لا جديد هنالك، الأشعة المقطعية وكذلك الرنين المغناطيسي يشيران إلى أنه لا شيء قد تغير بمخه غير الجلطة القديمة، لا جلطة جديدة حدثت أو حتى نزيف بالمخ. فقلت له بحيرة وأنا لا أفهم لماذا راح في غيبوبة جديدة إذن مدام عقله لم يتأذى ثانية. لكن يا دكتور، ما سبب تلك الغيبوبة التي يعانيها الآن إذا أنه لم يدخل في غيبوبة مماثلة حين أصيب بالجلطة في المرة الأولى؟ حتى الآن لا ندري، لكننا لن ننتهي من فحوصاتنا بعد. سوف نستخلص بعض سائله النخاعي لنرى إن كان هناك عدوى ما بمخه أو نخاعه الشوكي، وسنرى كذلك كيف حال الأملاح في دمائه. بعدها ربما اتضح سبب ما يعانيه الآن. وهل سيفيق ثانية؟ غادر الطبيب الحجرة حينها وهو يجيب باكتضاب: هذا ما لا أعلمه، هذا أمر يعود لمشيئة الله. أسرعت أختي هي الأخرى للمشفى، أخبرتها بما حدث بالأمس وما جرى اليوم. كانت منهارة، راحت تردد أنه كان علينا أن نستجيب له وأن نعيده للبيت ما دامت تلك رغبته. أنا لم أكن في حال يسمع بالشجار أو الجدال فصمت. مر الوقت طويلا بطيئا مملا. في المساء أفاق أبي وطلبني للحديث معه بمفردي. أسرعت إليه، رأيته ضعيفا كما لم أره من قبل. كان محاطا بعشرات الأسلاك التي تلتصق بجسدي والخراطيم المثبتة في أوعيته الدموية. كانت هناك هالة كئيبة مقبضة تحيط برأسي، هالة خفية أشعر بها ولا أراها. أيقنت أن والدي يحتضر، بينما بذل هو مجهودا شاقا كي يتحدث. لقد انتهى أمري يا شاكر، أعلم هذا وقد اقترب أجلي، لهذا فقد حان دورك لترعى البيت. كنت أرى كيف يعاني أبي ليخرج كلماتي، فقلت له مشفقا وأنا أقبل جبهته ودموعي تغرق وجهي: أرجوك يا أبي لا ترهق نفسك بالحديث عن أي شيء واسترح الآن. لكنه كان مصرا فاستمر في حديثي قائلا: لا وقت للراحة الآن يا بني، لا تجهدني واستمع إلي، عد إلى البيت يا شاكر قبل فوات الأوان، عد وعيش به وعينها ستفهم. لم يعد هناك وقت أمامي كي أخبرك بما أخفيته عنك، لهذا عدني قبل أن أموت أن تعود للبيت. ترددت في أن أعده بالعودة وأنا أعلم يقينا أنني لن أفعل إلا لبيعي، فرأى ترددي على وجهي. اجتهد ليقول بأنفاس لاهثة وصدر يعلو ويهبط باضطراب: أعدني يا بني لأموت مستريحا، إنه طلب الأخير منك. هنا شعرت أنه لا حاجة لإجهادي أكثر من هذا، فقلت له باكتضاب لأريحه: حسنا، أعدك أن أفعل يا أبي. هنا استرخت ملامحه ولانت، بانت على وجهي بعض الحبور والسرور، ليعود بعدها لغيبوبته العميقة ثانية قبل أن يموت بعدها بساعات. شعرت بالذهول والحيرة مما حدث. هل أفاق فقط
من أجل أن يجعلني أقطع وعدا على نفسي أن أعود للبيت ثانية. كان أمرا غريبا وعجيلا. انشغلت بعدها بدفن أبي. كان قد أوصى أن يدفن مع أجدادي في المقابر والتي بنوها خلف البيت القديم، لكنني وقد قررت التخلص من البيت لم أنفذ وصيته. قمت بدفنه بالقبر الذي اشتريته بمقابر البساتين بالقاهرة من أجلي ومن أجل عائلتي. لم تحتج أختي كثيرا لما فعلته. مضى الأمر كما خططت له بالضبط. لقد مات أبي حاملا معه أوهامه وذكرياته الغامضة وعشقه للبيت إلى قبره. لم أنزعج كثيرا من وعدي له بالعودة للبيت، فقد فعلته فقط لإرضائي. بعد أيام شعرت أن الوقت قد حان للنظر في أمر البيت، ثم قررت العودة إليه. أنا لا أثق بالسماسرة ولا أحب ألعيبهم التي لا تنتهي والتي لا تستطيع أبدا الإمساك بها. من السهل أن يقنعك أحدهم بأن بيتك هذا لا يساوي أكثر مما هو معروض عليك من سعر ضئيل، وأن عليك أن تبيعه على الفور، لأن هذه الفرصة لن تعوض أبدا، وفي النهاية تكتشف أنه قد باعك للمشتري مقابل مبلغ ما. أنا لم أكن أحمق لأفعل هذا، ولهذا عدت إلى البيت مرة أخرى. بالطبع لا أنوي الاستقرار به طويلا، سوف أمكث بمكان بعض الوقت لأعلم عن كذب، أعلم مقدار ما وصلت إليه أسعار الأراضي والعقارات الآن في تلك المنطقة المحيطة به، لأرى كم يكون ثمنه الحقيقي فأبيعه بعدها ثم أرحل عنه للأبد. لكنني ومنذ اللحظة الأولى والتي وضعت فيها المكان شعرت برهبة لا أدري ما مصدرها. كان هناك هاتف خفي بداخلي يخبرني أن البيت لا يريدني، بل وشعرت أنه يضمر العداء لي. كانت أحاسيس سخيفة وعمقاء لا مبرر لها في الواقع. ربما كانت حكايات أبي وتهديداتي عن البيت هي مصدرها، لكن لأكون صادقا فإنني لم أشعر أن هذا التفسير أقنعني. ما أشعر به يبدو حقيقيا تماما. ذلك البيت لا يحبني بالفعل ولا يرغب بوجودي. قدت سيارتي ببطء متجها إلى ممر مبطن بالأحجار يخترق الحديقة. على جانبيه صفان من الشجيرات اليابسة الذابلة. ثم توقفت بالسيارة على بعد أمتار من الدرج والذي يرتقي لباب البيت الكبير. ترجلت من سيارتي ثم توقفت لبرها أتأمل البيت الذي عدت إليه مرة أخرى. هذه المرة لن يكون أبي داخله، هذه المرة أنا سيده وصاحبه. لم يتبدل البيت عما كان دائما، ما زال محتفظا بلونه الجير الأبيض والذي طالما ذكرني بهجرات المستشفيات الكئيبة. ما زالت نوافذه البيضاوية الطويلة الشبيه بأعين القطط على حالها، مخيفة منذرة، وكأنما تلقي على القادمين تعذيرا خفيا من البيت. ارتفعت عيناي نحو السطح الخشبي المنحدر والذي طالما أجج في نفسي إحساسا غامضا بالسقوط. ومن خلف البيت ما زال البرج الحجري الضخم على حاله، مخيف غامض يحوي من الأسرار الكثير والكثير. كان برجا قوطي الطراز، رأيت مما يشبهه في صور لبعض القلاع الاسكتلندية القديمة. ظل ذلك البرج علامة استفهام دائمة لخيالي وفضولي. أنا لا أعلم له فائدة ولا أرى له مدخلا. حين كنت أسأل أبي عنه كان يجيبني بغموض بأنه يزيد البيت هيبة ورهبة وأنه أحد أركان البيت. خضبت الشمس الغريبة من خلفي السماء بحمرة قانية انعكست عليه من الخلف، فبدا البرج مثقلا بالكثير من الهواجس والتخوفات. تنفست بعمق، شعرت
أن الهواء الذي يحيط بي قد اكتسى في هذه اللحظة برودة غريبة وسكون عجيب. بدت السماء من فوقي مثقلة بالسحب الرمادية الكئيبة الكثيفة رغم أن الوقت كان صيفا. كان كل ما يدور الآن من حولي كالنذير، كل شيء يصرخ في وجهي أن أبتعد عن المكان، أعود أدراجي. بدأ وكأن هناك نوع من النفور قد نما بيني وبين هذا البيت، شيء مستحدث لم أشعر به من قبل، لم أشعر به حين كنت أحيا بالبيت. ربما كانت الوحشة، ربما هي رهبة الأماكن المأجورة والتي تشاع برودة ورهبة في نفوس القادمين إليها، لا أدري. تجولت عيناي في جنبات الحديقة المهملة فشعرت بالوحشة. استطالت الأشجار وتشابكت أغصانها اليابسة بلا رقيب أو تهذيب، فبدت في الظلام المتسرب بين بقايا ضوء النهار الغارب كأشباع هائلة ألقت ظلالا مخيفة لمن ينظرها. وبين الأشجار المتشابكة ترعرعت وشبت النباتات الطفيلية بحرية من لا يخشى الاقتلاع، فصارت كالشجيرات الصغيرة تسلقت بعض الأعشاب الجدران الحجرية حتى وصلت إلى إطارات النوافذ فكستها بلون تحلبي أخضر داكن. لم أعد أبدا هذه الحديقة مهملة هكذا. ما زلت أذكر أنني حين قدمت إلى هنا منذ عام واصطحبت أبي معي لم تكن كذلك، كانت مزدهرة كالجنان. هل كان عام واحد من الإهمال قادرا على إحداث كل هذا الدمار بها؟ ثم تنبهت لطول تجمدي وغرقي في خواطري. تحركت نحو الباب الخشبي الضخم، أخرجت من جيبي مفتاحا نحاسيا ضخما ينتهي بحلقة نقشت في حوافيها كتابات عجيبة منمقة طالما تأملتها بحيرة لا أعرف كنهاها دون جدوى. أدخلت المفتاح بالثقب الكبير في بطن الباب وأدرته، فصدرت التكة المعتادة قبل أن يفتح الباب فدفعته ودخلت. كان البيت من الداخل نظيفا مرتبا، وهذا ما أدهشني كثيرا وألهى بحيرتي. البيت ظل مهجورا لعام كامل، لم يكن هناك من يعتني به، ولهذا توقعت أن أرى به طبقات كثيفة من الغبار تغطي كل جنباته، وربما الكثير من أعشاش العنكبوت والزواحف أو القوارض والخفافيش في جوانبه وأرقانه. هذه هي سمات الأماكن المهجورة كما أعلم أنا، وهذا ما كان على البيت أن يكون عليه. لكن المكان بدا نظيفا مرتبا كما كان دوما، وكأنما لم نفارقه يوما واحد. تجاهلت دهشتي تلك أو عزت هذا إلى إحكام إغلاق بابه ونوافذه والتي ربما منعت الغبار والحشرات من التسلل إلي. لم يكن بالطبع تفسيرا منطقيا، لكنني لا أملك غيره فقابلت به. حملت حقيبتي والتي جلبت فيها بعض ملابسي وأغراضي والتي تكفيني للحياة هنا لبضع أيام. اتجهت نحو الدرج الخشبي الكائن في قلب الصالة. صعدت للطابق العلوي حيث حجرات القديمة. كانت هي الحجرة قبل الأخيرة في الرواق الطويل بالأعلى والذي يفصل بين الحجرات. التقطت نفسا طويلا وأنا أقف أمام الباب بإثارة، ثم أدرت مقبض بابها ببطء وفتحت الباب. كانت حجرتي مرتبة ونظيفة هي الأخرى كالبيت كله. لم أتنفس فيها هواء راقدا، لم أجد على أثاثها ذرة غبار واحدة. كانت نظيفة كيوم طرقتها حين غادرت المنزل للأبد منذ أعوام بعيدة. تعلقت عيناي بالفراش النحاس العتيق ذي الأعمدة الطويلة. أعوام كثيرة مضت منذ ركضت على هذا الفراش آخر مرة. مسحت بعيني جنبات الحجرة فتداعت لرأسي عشرات الذكريات والتي عايشتها في هذه الحجرة. في هذه الخزانة المنحوتة بالحائط كنت أختبئ من أختي حين كنا نلعب سويا،
ومن أمي حين تغضب مني وتبغى معاقبتي. في هذا الركن المجاور للباب تبولت ذات مرة حين أفقت من نومي ذات مساء بارد، شاعرا بمثانتي تكاد أن تنفجر، وخوف طفولي مبهم يدفعني ألا أترك الحجرة لأذهب إلى الحمام، فاخترت أن أفرغ مثانتي في هذا الركن. من حسن حظي أن هذا الأمر مر بسلام ودون أن يشعر به أحد. انتقلت عيناي إلى القائم المعدني، القائم الخلفي للفراش والمنبعد قليلا. هنا قد اصطدمت رأسي ذات مرة فتفجر منها الدم غزيرا وأغرق جبهتي ووجهي. صرخت أمي حين رأت الجرح الكبير الغائر، أسرعت بينا والطبيب فزع متوقع الأسوأ، لكن الطبيب رأى شيئا مختلفا. كان الجرح صغيرا لا يهدو أن يكون خدشا صغيرا، لم يحتاج إلا لغيار طبي صغير. ما زلت أذكر كيف كانت أمي مذهولة حين فحصت بنفسها الجرح مرة أخرى لتلاحظ أنه ليس الجرح العميق والذي رأته في المرة الأولى، لقد بدأ مختلفا تماما وقد التأم تقريبا. لم تخبر الطبيب بهذا، لكنها أخبرت أبي حين عادت للبيت. أذكر يومها أن أبي قال لها وهو يحتضنني ويربط على رأسي بعنان وعيناه تجوبان أرقان البيت بامتنان غريب: إنه البيت يا حبيبتي يحمي قاطني، فلا تقلقي، إنه البيت. لم أفهم ماذا عناه أبي يومها، لم أعي كيف يحمينا البيت. هنا جالت في رأسي ذكرى أخرى طالما حيرتني، فلم يحدث أبدا أن مرض أحدنا يوما ما في هذا البيت. لم أرى جدي يوما متوعكا، لم تصب أختي أبدا نزلة معوية ككل الأطفال. لا أذكر أنني ذهبت لأي طبيب إلا تلك المرة الوحيدة والتي شجت فيها رأسي. كان أول من يمرض في هذا البيت هو أبي حين أصيب بتلك الجلطة اللعينة والتي أودت به للتهلكة في النهاية. كان الأمر غريبا طالما أشعرني بالعجب والحيرة، كان سرا آخر من أسرار البيت. في تلك اللحظة كان قد أنهكني التعب والإجهاد بعد هذه المسافة الطويلة التي قطعتها بسيارتي من القاهرة إلى هنا عبر طريق لا تصلح للسير عليه، لذا غيرت ملاءات الفراش بأخرى جديدة، بدلت ملابسي، ثم رقدت على فراشي وغفوت على الفور. اختلط صدى رنين الهاتف بإصداء الطبول التي تدق داخل رأسي في حلم غريب. استغرق الأمر مني لحظات حتى أدرك أيهما الحقيقي وأيهما الحلم. كان محمولي يرن بإلحاح، راح ضوء شاشته يومض في الظلام. مددت يدي نحوه، قربته من أذني. كانت زوجتي راحت تتحدث بصوت يقتله القلق: يا إلهي، أين كنت كل هذا؟ لقد أقلقتني عليك حتى الموت. إنها المرة الخامسة الذي أتصل فيها بك ولا تجيب. تثاءبت معتدلا على الفراش قبل أن أجيبها بصوت ناعس: يبدو أنني كنت نائما كالموت، ولهذا لم أشعر بالرنين إلا الآن. أعتذر أني أقلقتك. وماذا عن الأمس؟ لماذا لم تتصل بي حين وصلت إلى البيت كما اتفقنا؟ أعتذر عن هذا أيضا، لقد تهى هذا عن بالي تماما. الطريق كان مرهقا للغاية حتى أنه هشم عظامي تماما. حين وصلت للبيت كدت أسقط مغشيا علي من إرهاق، فنمت دون أن أعي أي شيء. هنا تنهدت بارتياح ثم ران الصمت بيننا لبعض الوقت. تثاءبت ثانية ورحت أحدق في ظلام الحجرة قبل أن تكمل هي بهدوء هذه المرة: وماذا عن البيت؟ لابد أنه في أسوأ حال، إنني أشفق عليك حقا مما عليك أن تقوم به
ليعود صالحا للسكن كما كان. أظن أن عليك أن تبحث عن من ينظفه من أجلك. فتذكرت المكان المرتب والنظيف تماما، فابتسمت ابتسامة خفيفة وأجبتها قائلا: خمني كيف وجدته؟ لن تصدقي ما سوف أخبرك به، إنه نظيف إلى أقصى حد ولا يحتاج أي عناية أو تنظيف. هل تتخيلي أني لم أصادف به ذرة غبار واحدة؟ نعم أنت تمزح، لقد أخبرتني أنه لا أحد هناك ليعتني بالبيت بعد أن غادره أبوك، فكيف يكون نظيفا بعد كل هذا الزمن الطويل؟ فتثاءبت بكسل مرة أخرى وأجبتها بلا اقتراص، وعيناي ما زالتا تجوبان ظلام الغرفة وقد بدأ أثاثها كالأشباح الساكنة مع تلك الإضاءة الضئيلة التي يرسلها القمر عبر النافذة. ربما حدث هذا لأن البيت كله كان محكم الغلق، لكن دعك من هذا الآن، ما يهمنا هو أن البيت يصلح للسكن بصورة مرضية ولا يحتاج لأي عناية وإصلاح. لست بحاجة لإنفاق أي أموال عليه، إنه الشيء المشرك في هذا الأمر. لا أدري ماذا أقول لك، أعتقد أن الأمر رائع بالفعل، لكن أخبرني متى تنوي أن تعود؟ لا أدري حتى الآن يا حبيبتي، سوف أمكث هنا حتى أنتهي من بيعي، لكني لن أتعجل في فعل هذا. البيت ضخم ولابد أن قيمته قد ارتفعت كثيرا هذه الأيام، لا أريد أن يشعر أحد أني أريد بيعه بسرعة فيبخسون ثمنه. ثم عاد الصمت ليغرقنا مرة أخرى، وصلتني أنفاسها المعبقة بقلقها علي، وهي التي لم تعد من قبل غيابي عنها ليوم واحد. تركتها لأفكارها ورحت أدلك جبهتي بضغطات قوية بأطراف أنامي اليد الحرة لأصفو عقلي. بعدها تذكرت أنني لم أطمئن على الأطفال فسألتها عنهما: وكيف حال عبد الحميد ورامي؟ هل سأل عني؟ إنهما بخير، لقد سأل عنك مرارا ثم احتج كثيرا حين أخبرتهما إنك بالبيت لتبيعه، كان يرغبان في رؤية البيت قبل بيعه، لكن دعك من هذا واهتم أنت بنفسك، لا تقلق بشأننا، إننا جميعا على ما يرام. إنني أطوق إليهما بالفعل، أخبريهما أنني سأعود إليهما سريعا محملا بالكثير من الألعاب. أخبري عبد الحميد أنني سوف أجلب له الأيباد الذي طلبه مني، وأخبري رامي أنني سوف أجلب له الدراجة التي يتمناها. تنهدت ثانية ولم تعقب على ما ذكرته، ثم غمغمت بصوت واهن: عد إلينا فقط سالما يا شاكر، وفي أقرب وقت أرجوك اتصل بي صباحا ومساء في كل يوم، لا أريد أن أغلق عليك هكذا ثانية. حسنا، أعدك أن أتصل كل وقت. اهتمي يا حبيبتي بنفسك وقبل الأطفال من أجلي، أبلغيهم سلامي، إلى اللقاء. وأنهيت الاتصال بعدها، ثم غادرت الفراش تمطيت وتثاءبت بكثر مرة أخرى، ثم أشعلت المصباح الكهربائي، عدت أتفقد الحجرة بأثاثها وجدرانها مقترا ذكرياتي بها. لاحت ابتسامة خفيفة على شفتي وأنا أستعيد مرة أخرى بعض تلك الذكريات في تلك الحجرة. اتجهت إلى المرآة الموجودة على أحد أبواب خزانة ملابسي، ما زالت مصقولة ولامعة كما كانت، كانت كذلك نظيفة وبلا ذرة غبار واحدة تلوثها. إنها مرآتي والتي شاهدت كل تحولاتي ونموي، لو كانت لها ذاكرة لأرتني الآن صورتي بالسروال القصير وأنا أخطو الخطوات الأولى، وأمي بجواري تصفق بيديها مشجعة إياي أن أزيد من عدد خطواتي، وربما كانت قد احتفظت بصورتي حين تحول الزغب الرفيع أسفل أنفي إلى شعيرات حقيقية
منذرة ببدء البلوغ. نعم، لو امتلكت المرايا الذاكرة لما فاتنا أمر مر بنا يوما ما. تأملت فيها وجه المرهق، شعرت ببعض الدهشة وأنا ألحظ المرة الأولى كم صرت أشبه أبي، نفس الأنف المستقيم الحاد والذقن الدقيقة، نفس العيون العسلية العميقة، الصلع اللامعة الزاحفة على مقدمة رأسي هي نفسها كانت برأس أبي، بل ونفس الشعيرات البيضاء على جانبي رأسي كانت لدي أيضا. لقد صرت الآن أشبه أبي تماما. شعرت بالكثير من الدهشة وتساءلت كيف لم ألحظ هذا الأمر من قبل. ظللت أراقب ملامحي المنعكسة على سطح المرآة لدقائق أخرى، رحت أمرر أصابعي على بشرتي ووجهي وكأنما أستيقن بأناملي ما أراه بمقلطي قبل أن أتجه إلى النافذة لأفتح زجاجها كي أسمح لنسمات الهواء الليلية بالدخول لتجديد هواء الحجرة. أزحت الستائر الرمادية والتي لم تتغير أبدا حتى أرى الحديقة والتي صبغتها أشعة الشمس الغريبة الآن بحمرة قانية. بدت الحديقة أمامي جميلة وارقة، واللون العشبي الأخضر ينتشر في أرجائها، تتخللها الكثير من أشجار النخيل المثمرة وعروش الكروم المثقلة بعناقيد العنب. إنها نفس الحديقة المزدهرة والتي طالما لعبت ومرحت في جنباتها الرائعة. شعرت بالنشوة للنسمات الباردة والتي ضربت وجهي فأنعشته. عادت إلي كل ذكريات الأيام الخوالي التي عشتها في هذا البيت، فشعرت كأنني لم أغادره أبدا. ظلت عيناي معلقة بالحديقة الرائعة حتى انتبهت بفزع إلى أمرين غريبين. حين أتيت كانت الشمس على وشك الغروب تماما كما أراها الآن. إنني قد نمت لساعات طويلة كما أعتقد، لكنها حتما لن تصل للنوم يوما كاملا، فكيف ظلت الشمس على حالها ولم تغرب؟ الأمر المخيف حقا كان الحديقة الخضراء والتي أراها الآن. لقد كانت قاحلة جدباء حين أتيت، هذا ما رأته عيناي حينها، بل وقد شعرت بالأسى عليها حينها، فكيف إذن تبدل حالها تماما في تلك الساعات القليلة والتي نمت فيها؟ تصارعت دقات قلبي فزعا مما أراه، راحت أناملي ترتعش. كيف حدث هذا؟ بدأ الأمر كالسحر، لكنه سحر مخيف لو شئت رأيي. لا أدري ما الذي يدور حولي الآن، فالبيت بدأ وكأنه قد عاد للحياة مرة أخرى. خرجت من حجرتي ولم أخرج بعد من حيرتي وتوتري بعدما حدث للحديقة. لحظات شعرت أنني أحلم وأن كل هذا وهم غير حقيقي، لكن كل لحظة تمر علي بالبيت تنفي أن يكون الأمر حلما. أشعلت أضواء البيت كله، بدا دافئا وجميلا ومريحا. يقولون إن البيوت المهجورة تتميز ببرودة تبعث الرهبة في القلوب، لكني لم أشعر بتلك البرودة أو الرهبة، بل رحت أشعر بالدفء أو الراحة أو السكينة. إنه نفس الطقس الخريف اللطيف والذي امتاز به البيت دوما، لم يتغير أبدا لا صيفا أو شتاء. كنت أراه عجوبة من قبل، كان الأمر يشبه ربيعا دائما داخل البيت. لم نعرف يوما بداخله جوا متقلبا كما كان يحدث خارجه. اتجهت إلى الحمام، كان نظيفا منعشا مشبع برائحة طيبة، الصنابير كلها سليمة والصنابير ما زالت تعمل بكفاءة. اغتسلت وتوضأت ثم خرجت متجها للمطبخ حتى أعد لنفسي كوبا من الشاي. المطبخ والآخر كان نظيفا ومرتبا. التقطت إناء لخلي الماء وضعته على الموقد متسائلا إن كان به وقود أم أنه قد فرغ منه.
أجعلته الثقاب ثم قربته منه فاشتعل على الفور. رحت أرمق الماء الذي أنتظر غليانه بشروط، وأنا أفكر في بيت مهجور منذ أكثر من عام وما زال كما هو، نظيفا مرتبا دافئا وبلا أعطال أو تلف. هنا لاح لذهني خاطر مفزع، أو لنقل إجابة مرعبة لتساؤلي: يكون أحدا ما قد لاحظ أن البيت مهجور فاتخذه مأوى له. لقد كان احتمالا قائما، فعاودني القلق. لو كان صحيحا هذا الاحتمال فهو يفسر الحالة الجيدة والتي يبدو عليها البيت الآن. ارتجف قلبي خشية أن أكون مصيبا. أنا لا أدري من هذا الشخص الذي قد يكون اتخذ البيت مأوى له. هل هو متشرد يبحث عن مأوى له ثم وجد ضلته في البيت؟ أم يكون مجرم هارب من العدالة يبحث عن مكان يختبئ فيه؟ أم تراه لصا قرر الاستيلاء على المكان بأكمله ما دام مهجورا؟ في النهاية ومهما كان هذا الشخص، فعلي أن أواجهه إن تطلب الأمر، وأن أجبره على ترك المكان حتى لو اضطررت لطلب الشرطة. أطفأت الموقد على الماء قبل أن يغلي. حملت بيدي أحد القوائم الخشبية الموجودة بالمطبخ متخذا إياها كسلاح آلي، وبتحفز خرجت لأفتش المكان كله. استغرق الأمر ثلث الساعة حتى أنتهي من تفتيش البيت كله، لكني لم أجد أحدا، كما لم أجد أي أثر يدل على أن هناك من يعيش بالبيت. استعدت الطمأنينة، عدت للمطبخ وأعددت مرة أخرى الشاي، ثم حملته واتجهت للحديقة لأشربه فيها. كان هناك مقعدا حجري تظلله تعريشة كروم خشبية، اعتدت فيما مضى أن أجلس تحتها، فاتجهت إليه. رحت أفكر وأنا أرتشف الشاي ببطء، كيف مضى عمر كامل لم أنعم فيه بمثل هذه الجلسة. راحت عيناي تجوبان الحديقة والتي تبدل حالها، ازدهرت أشجارها فأورقت وأثمرت، تهذبت حشائشها فاستعادت خضرتها وأينعت. بدا الأمر عجائبيا كالسحر. عجز عقلي عن العثور على تفسير لما جرى بالحديقة في تلك الساعات القليلة، لكن هناك جانبا آخر مشرقا في تلك المعجزة التي حدثت للحديقة. فهذه الحديقة الرائعة سترفع من ثمن البيت كثيرا، فبيت بحديقة غناء خير من بيت بحديقة جرداء قاحلة. فابتسمت برضا، ثم أرسلت نظري إلى القرية التي تلوح أضواءها من بعيد مبددة الكثير من ظلام الليل والذي يغمرها. راودتني الرغبة في أن أهبط إليها لأرى كيف صارت بعد كل هذه الأعوام والتي فارقتها فيها. قررت زيارتها الآن، فليس هناك ما أفعله هذه الليلة هنا. عدت للبيت ثانية، بدلت ملابسي ثم اتخذت الطريق التراب المؤدي إليها. مرت كل تلك الأعوام الطويلة وظل عم عثمان كما هو، لم يتغير، ما زال جالسا على مقعده البالي المصنوع من الخوص. كان يجلس أمام عشته المصنوعة من الخوص أيضا والقش، والتي عاش فيها عمره بأكمله. نظرت إلى وجهي وأنا أقترب منه، فلم أرى تغيرا أو تبدلا على قصماته، ما زال هو العجوز نفسه والذي امتلأ وجهه بالتجاعيد والتي تشي بعمر طويل من المعاناة والقسوة. فيما مضى كان المكان مقهى صغيرا يديره، كان يقطم فيه الشاي والقهوة والشيشة وبعض الممنوعات كالبيرة والحشيش والأفيون، كان يقدمها لزواره من الفلاحين والأجراء والذين يعملون في فلاحة الأرض. لكنه حين تقدمت به السن ووهنت قواه ولم يعد قادرا على إدارة المكان، كف عن جعله مقهى، صار يكتفي بالعيش على الصدقات والتي يجود عليه بها سكان القرية
كان أبي أحدهم. لم يتزوج الرجل أبدا، وإن كنت أعلم أنه يستضيف بعضهن في عشته من حين لآخر. كان من الغريب أن الرجل ما زال على قيد الحياة بعد كل هذه الأعوام. لابد أنه قد تجاوز 100 بأعوام كثيرة الآن. اتجهت إليه باشتياق حقيقي لأرى كيف صار، هل ما زال يذكرني أم لا؟ وصلت إليه، حييته بحرارة حقيقية. كيف حالك يا عم عثمان؟ أرى أنك ما زلت حيا ترزق أيها العجوز. يبدو أنه ما زال مقدرا لي أن أراك ثانية. انتبه الرجل إلي فتغضنت تجاعيد وجهه وهو يحدق نحوي بعينين التهمتهما المياه البيضاء قبل أن تنفرك خلاجاته عن ترحاب حقيقي وينهض من فوره وهو يقول بسعادة: إنني على خير حال بفضل كرمك وخيرك يا عبد الحميد بيك. مرحبا بك يا سيدي، مرحبا بك. رمقته بتعجب وأنا أراه يظنني أبي الراحل، بل ويناديني باسمي. يا لقسوة الأيام والليالي التي تذهب بإدراك المرء حين يشيخ عقله فيصير عاجزا عن التمييز. جلست على صخرة ضخمة بجوار مقعده، قربت وجهي منه عسى أن يراني بصورة أوضح ليميزني، ثم صحت بصوت مرتفع ليسمعني: أنا لست عبد الحميد بي يا عم محفوظ، أنا ابن شاكر، ألا تذكرني؟ قطب الرجل جبينه فجأة وعيناه تجوبان بوجهي بدهشة حقيقية حاملة الكثير من التشكك، ثم فغر فاه بحيرة فبانت أسنانه السوداء المتآكلة الناخرة قبل أن يقول ملوحا بكفه باعتراض: كف عن مزاحك يا عبد الحميد بيه ولا تسخر مني، إنني لم أصب بالعمى بعد حتى أجهلك، أنت عبد الحميد بيه وليس أحد آخر. فرمقته بإشفاق، لقد بدا لي أنه يعاني من ضعف شديد في ذاكرته وخلل في قدرته على التمييز. إنها الشيخوخة والعمر المديد، لابد أنهما قد ذهبا بإدراكي. فقلت له متغاضيا عن تلك النقطة وأنا أتطلع إلى الأراضي الزراعية الممتلئة بأعواد الذرة الصامقة والتي سربلها ظلام الليل الآن فصارت موحشة للغاية. لقد مضى زمن طويل لم أراك فيه يا رجل، أخبرني كيف تعيش الآن؟ فوجئت به يقول لي بحدة: أي زمن هذا الذي مضى يا عبد الحميد به؟ لقد زرتني هذا الصباح وأعطيتني طعاما كثيرا وبعض المال كما تفعل كل مرة، أرجوك أن تكف عن الاستهزاء بي يا عبد الحميد به، إنني لم أصب بالخرف بعد. بدأ وجهه ممتعضا بشدة، رأيت أن علي ألا أرهقه بمحاولة إفهامه أنني لست أبي، لذا تركته وتابعت سيري نحو القرية متخذا الطريق الضيق بين الأراضي الزراعية، والذي ظل غير ممهد كما عهدته دائما من قبل. بعد 10 دقائق من السير في الظلام بلغت القرية. بدت البيوت الطينية كما كانت منذ قرون، القرية كلها بدت كما تركتها منذ أعوام، لم يتغير بها شيء رغم أن العالم بأكمله خارجها وقد تغير. قابلت بعض الوجوه والتي ما زالت عالقة بذاكرتي وإن كنت قد نسيت أصحابها، رحت أحييهم وأنا بالكاد أتذكر أسماءهم. كانوا يردون تحياتي بدعوة ملحة لشرب الشاي ببيوتهم. ومرة أخرى رحت أتوهم شيئا عجيبا، أشعر أن كل من أقابلهم إما كانوا أصغر عمرا أو لم يتقدم بهم العمر، لابد أنه الظلام والظلال والإرهاق الذي أعانيه هو
ما ألقى بتلك الأفكار الغريبة نحو عقلي. انعطفت من الطريق الرئيسي نحو حارة جانبية حيث بيت العمدة، والذي لابد أنه قد توفى الآن. لابد أن ابنه الأكبر إبراهيم هو من خلفه في منصبه كما هو معتاد. رأيته يجلس على الأريكة الخشبية العتيقة والتي طالما رأيت أباه جالسا عليها منذ أعوام. لقد أحاط بمجلسه بعض حاشيته. أمامهم طاولة خشبية اصطفت عليها أكواب الشاي، وبجوار الجدار رقد موقد مليء بالفحم المشتعل يهوي إناء نحاسي. اسودت حوافه والشاي الأسود يغلي في جوفه بالانقطاع. ما زال داره كما اعتدت أن أراها دائما من قبل، لم يتغير بها شيء. ما زالت الخربشات التي على الحوائط كما هي، ما زالت السفينة الخضراء المرسومة على الحائط، والتي سكنت في قلبها صورة بدائية للكعبة كما هي بمكانها في صدر البيت. بدا المكان وكأنما قد توقف الزمن عنده ولم يؤثر فيه البتة. لمحني الرجل قادما من بعيد فأسرع بالنهوض، اتجه نحوي مرحبا بحفاوة. أهلا بك يا عبد الحميد بيك، زيارة عزيزة، لقد شرفتني بقدومك. تجمدت بمكاني مذهولا، لماذا يناديني هو الآخر بعبد الحميد بيك؟ هل صرت أشبه أبي لهذه الدرجة؟ لكن حتى لو كان هذا صحيحا فلابد أن ترتسم على وجه أبي لو كان موجودا علامات التقدم في العمر عني. أيكون الظلام هو من أوحى له بهذا؟ ربما. طرحت الأمر جانبا وأنا أصافحه بود وأقول لابد أنك إبراهيم ابن الحاج عبد العظيم، أليس كذلك؟ فرمقني الرجل للحظة بحيرة وملامحه تختلف بدهشة حقيقية. انتقلت عيناه بيني وبين ضيوفي والذين نظروا إلي بدهشة مماثلة قبل أن يطلق ضحكة صاخبة وهو يضغط على قبضتي والتي ما زالت بين أصابعه بقوة أكبر ويقول إنك لا تكف أبدا عن المزاح يا عبد الحميد بيه. إبراهيم مين يا راجل؟ الولد ما زال صغيرا ليحل محلي، كم أوحشتنا دعابتك يا رجل. بدأ قلبي في الارتعاش، أنا أرى كل هذا الجنود من حولي. رحت أرمقه بقلق وهناك بداخلي من يوسوس في صدري، إنه هو نفسه الحاج عبد العظيم ليس ابنه إبراهيم. مهما كانت درجة التشابه في الملامح بين الاثنين فلن تصل أبدا لتلك الدرجة من التماثل. رمقت عينه اليسرى المعطوبة جراء مشاجرة قديمة والتي طالما هالني شكلها المريع ما يستهو بها من قبل كثيرا. من الصعب أن أتخيل أن يصاب إبراهيم هو الآخر بإصابة مماثلة لأبيه وفي نفس العين وبنفس الدرجة من التشوه. لابد أنه قد لاحظ شعوبي واضطرابي، فلهذا قال لي وهو يتفقد وجهي بقلق ماذا بك يا عبد الحميد بيه؟ هل أنت مريض؟ لا أدري لماذا تبدو شاحبا هكذا، هل أبعث من يأتي بالدكتور كمال من أجلك؟ ألقيت بجسدي على أقرب أريكة بجواري، غمغمت وأنا أشعر بالدوار العنيف يعتصر عقلي وجفاف عنيف يحرق حلقي. لا داعي لهذا، إنه الإرهاق فحسب. هل يمكنني الحصول على كوب ماء من فضلك؟ تفحصني الرجل بحيرة لبره قبل أن يتجه للمنزل لإحضار الماء لي، ثم عاد عقلي مرة أخرى يفكر بجنون في كل ما حدث لي منذ عدت للبيت. البيت النظيف، الحديقة التي عادت وارقة، عم عثمان والذي ما زال كما هو ويظنني أبي، الحاج عبد العظيم والذي ما زال على قيد الحياة، وابنه إبراهيم الذي لم يكبر بعد. بدأ الأمر لي وكأنما عدت إلى الماضي، إلى زمن مضى
منذ 30 عاما. كان هذا جنونيا تماما وغير معقول. لابد أنني أحلم، وحتما سأستيقظ بعد قليل لاهثا لأفكر في مغزى هذا الحلم الغريب. إنه حلم بالتأكيد. نعم، حلم عجيب، لا يمكن أن يكون غير ذلك. ماذا يحدث لعقلي؟ هل أصابني الجنون؟ أم أن العالم من حولي قد جن بأكمله؟ لا أظن أنني أحلم بكل ما يمر بي الآن، فلا يوجد أبدا حلم بمثل هذه الرتابة والإصرار. فقط أردت أن أفهم، لماذا يصر الجميع على أنني عبد الحميد بيك والذي هو والد الراحل؟ طرقت العمدة والذي ما زال يؤكد أنه هو نفسه الحاج عبد العظيم، والذي ظننت أنه ابنه إبراهيم. لا أذكر الكثير مما قلته أو ما قاله لي، لكنني أتذكر ما حدث حين أخبرته برغبتي في بيع البيت، ثم طلبته أن يبحث عن مشتري ما له. بدا على وجهه تعبير غريب للغاية لم أره من قبل، مزيج من الدهشة والخوف وعدم التصديق. لا أدري كيف أصف تلك التحولات والتي طرأت على خلجاته حينها. تعبيرات تراها وتعيها، ثم تعجز عن وصفها مهما أوتيت من الفصاحة. في النهاية غمغم الرجل متشككا، وعينه السليمة ترتجف باستنكار كأنما لم يسمعني جيدا. تريد أن تبيع ماذا يا عبد الحميد بيه؟ أريد أن أبيع البيت يا حاج إبراهيم، وأريد أن أجد مشتريا مناسبا للبيت. أي بيت الذي تريد بيعه؟ معذرة يا عبد الحميد بيه في حيرتي هذه، فلست أفهم ما تعنيه. ما هذا الذي لا يفهمه؟ شعرت أنني على وشك الانفجار ثائرا في وجهي. أنا أريد بيع بيتي والذي ورثته عن أبي وصرت مالكه، فلماذا ينظر إلي هكذا وكأنما أخبره أنني أريد أن أفعل أمرا عجيبا منكرا؟ بعد حين من الصمت والحيرة والدهشة قلت له متمالكا أعصابي لأقصى درجة: إنني أخبرك بأنني أريد بيع البيت الذي أملكه وهنا يا حاج عبد العظيم. أنا لا أدري حقا ما الغريب في هذا الأمر. هنا بدا الانزعاج على وجهي، لقد تيقن من أنه قد فهم ما أقصد، فصاح بي ملوحا بذراعي في وجهي باستنكار: ما هذا الذي تقوله يا عبد الحميد بيه؟ أنت تعلم أن هذا مستحيل تماما، كلنا يعلم هذا. لا أنت ستبيعه ولا البيت سيسمح بشيء كهذا، ولا أحد من أي مكان كان سيجرؤ على التقدم لشراء البيت. إنه بيتكم منذ الأزل، وسيظل دوما بيتكم أنتم فقط، لن يقطنه أحد غيركم. ظننت قد تدرك هذا جيدا. لا أعلم ما الذي دعاك للتفكير في هذا الأمر العجيب. في تلك اللحظة شعرت بأنني قد اكتفيت من كل هذا الخبل والهراء الذي أراه وأعيشه في تلك القرية اللعينة، فانفجرت في غضب حقيقي في وجهي دون مراعاة لأنني في بيت الرجل. صرخت فيه قائلا: أنا لا أدرك شيئا ولا أفهم ما الذي تقوله. كل ما أعلمه أنني لم أعد أرغب في هذا البيت، أريد أن أنتفع بثمنه. لا أدري ما الغريب في هذا، ولماذا تنظر إلي كما لو كنت مجنونا يتحدث؟ ظل الرجل وضيوفه يرمقونني بذهول حقيقي، ذهول أعجزهم عن مجادلتي بعدها فلم يتحدثوا، لكنني كنت حانقا بحق. تذكرت حينها أمرا آخر فاستكملت ثورتي عليهم واعتراضي قائلا: كما أنني أريد أن أخبرك بشيء آخر، إنني لست عبد الحميد، أنا ابنه شاكر. أنا متأكد أنك كذلك لست الحاج عبد العظيم،
ربما كنت إبراهيم ابنه، أو ربما أي ابن آخر له، لكني لا أدري لماذا تنكر هذا، وما هو غرضك مما تدعيه. لكني هنا لأبيع البيت، وسوف أبيعه. لن يقف أمامي أحد ما في رغبتي هذه، سوف أبيع البيت رغم أنف الجميع. فتراجع الرجل بجسده مصعوقا مما أقول، عيناه زيغتان في الذهول الحقيقي، فكه السفلي يتدلى في غير تصديق. لم أرغب في أن يستمر الأمر أكثر من ذلك، فغادرته بغضب. وطوال الطريق رحت أفكر فيما يدور من حولي من أمور غير معقولة. أنا لست مجنونا أبدا، أنا متأكد من هذا. ربما كانوا هم المجانين الحقيقيين، لكن هذا أيضا احتمال لا يعقل. ربما كان الأمر لعبة محكمة منهم لإثارة جنوني وخوفي ودفعي اللي بيع البيت بسعر بخس. ربما كان هذا الاحتمال هو أكثر الاحتمالات المنطقية والتي تفسر ما يحدث. لابد أنهم علموا بطريقة ما أنني لم أعد راغبا في اقتناء البيت، بل وربما كان أبي هو من أخبرهم بهذا بنفسه قبل ذلك، وبالتالي فقد توقعوا أن أشرع في بيع البيت فور وفاة أبي، وربما أعدوا العدة لتشكيكي في قواي العقلية، لتشتيتي ودافعي للتخلص من البيت وأوهامي بأي ثمن يعرض علي حينها. لكنني لن أحقق لهم مأربهم الخبيث هذا حتما، إنني أقوى مما يظنون. عدت للبيت والغضب يغلي بداخلي كالمرجل. لست الشخص الضعيف الذي يظنونه. لن يدفعوني بأفعالهم هذه للجنون أو لبيع البيت بثمن لأرضاه. فكرت في أن أصنع لافتة ضخمة وأضعها في مكان بارز أمام البيت، معلنا فيها رغبتي في بيع البيت لأعلى سعر، بل ورحت أفكر في نشر إعلان عنه بجريدة ما. لن أتسرع في بيعه أبدا إلا لو شعرت بأن السعر المعروض يكافئ قيمته الحقيقية. هؤلاء الفلاحون لن ينجحوا أبدا في الضحك علي، سوف أريهم أنني لست ابن المدينة الساذج الذي يتخيلونه. عودني شعوري بالارتياح بعدها، هدأت خطواتي المهرولة، هدأت أنفاسي اللاهثة المتوترة، بل ورحت أستمتع بالهواء النقي الندي المعبق برائحة الأراضي الزراعية والتي أسير فيها. وصلت إلى البيت، ومن الوهلة الأولى بدأ مختلفا. تأكدت من هذا حين دخلت إلى الحديقة. مرة أخرى اختفت الحديقة الخضراء الوارقة، حلت مكانها الأرض الجرداء الميتة والأشجار الذابلة اليابسة. اختفى كل آثر للحياة بها، وعاد الموت ليعبث بها. كنت أرمق البيت بذعر، أشعر بالتيه، وللحظة أحسست أن البيت يسخر مني بما يفعله. يمتزج الخوف بداخلي بالارتباك. لا أدري إن كان علي أن أغادر هذا البيت بألاعيبه اللعينة تلك والتي لا أفهمها، أم أبقى به مغالبا رغبتي وحيرتي منه حتى أنتهي من بيعي. ظللت أرتجف بمكاني طويلا أمام الحديقة القاحلة. ما هذا العبث الذي يحدث في هذا البيت؟ تغيرت الحديقة وعادت لحالتها الأولى، لكن البيت من الداخل ظل على حاله نظيفا مرتبا ودافئ. شعرت بالجوع الشديد وأحشائي تتقلص احتجاجا. لم أكن قد تناولت أي شيء منذ عدت للبيت. كنت قد جلبت معي الكثير من الخبز والجبن وبعض المعلبات من علب التونة وغيرها، وضعتها بالثلاجة. قادتني قدمي للمطبخ لأعد بعض الشطائر. فتحت الثلاجة فوجدتها ممتلئة عن آخرها بالطعام: جبن، لانشون، مربى، لحم مجمد ودجاج، عصائر وفاكهة، وماء مثلج. بالتأكيد لست أنا من جلب كل هذا الطعام، وأيضا
لم تكن كل هذه الأطعمة موجودة بالثلاجة حين أتيت بالأمس. بدا الأمر معيرا هو الآخر. توقفت للعظات أمام الثلاجة المفتوحة وعملق فيها بلا فهم، ثم مددت يدي نحو طبق زجاجي به شرائح من الجبن الرومي. قربت الطبق من أنفي وشممته. بدت رائحة الجبن طيبة وطازجة. التقطت شريحة من الجبن وتذوقتها، فبدت شهية غير فاسدة. إذن فهذا طعام طازج، ولست أنا من أتى به، فمن إذن جلبه؟ التفت نحو الموقد. لقد كان هناك إناء للطهي فوقه. اقتربت منه بحذر. مددت يدي نحوه فشعرت بحرارته قبل أن ألمسه. فتحت الغطاء بحرص فتصاعد البخار منه ساخنا كثيفا، وكأنما قد تم إعداد الطعام به حالا. كان بالوعاء مكرونة مخلوطة بالصلصة الطماطم والبيض. كانت كما كنت أحب أن أتناولها فيما مضى عندما كنت صغيرا. ألهب الغطاء الساخن يدي فألقيته من يدي ليدوي رنينه حادا حين اصطدم بالأرض للحظات مبددا السكون حولي، ثم هدأت حركته دون أن تهدأ حيرتي. كنت حائرا أمام ما أراه بعيني هاهنا. هناك شيء قذر يتم تدبيره لي في هذا البيت. لا تنتظر مني أن أتوهم أن هناك عفاريت أو أشباحا هي من تفعل هذا بالبيت. ومرة أخرى رحت أفكر أنه ربما كان هناك من يعلم برغبتي في بيع البيت، فقام بأداة تلك الخدعة القذرة كي يدفعني للتخلص منه وبأي ثمن. أذكر أنني قرأت ذات مرة إحدى الروايات البوليسية تتحدث عن شيء كهذا، لكني فكرت أن الأمر يحتاج للكثير من المكر والذكاء والجراءة أيضا لنفيذ أمر كهذا وبتلك البراعة التي تم بها. لا أظن أن أهالي القرية يتمتعون بكل هذا الذكاء والمكر والخيال حتى يستطيعوا تدبير كل هذه الأفعال بهذا الإحكام. كان علي مرة أخرى أن أتأكد أنني بمفردي بالبيت، وأنه لا أحد مختبئ في مكان ما يدبر كل تلك الألعاب لي. اندفعت كالمحموم أبحث في كل ركن وحجرة وزاوية بالبيت. كان بحثا محموما لم أدع فيه أي شبر دون أن أفحصه. تأكدت من أن جميع النوافذ محكمة الغلق من الداخل. تأكدت من أن الباب الخلفي للمطبخ مغلقا هو الآخر بإحكام من الداخل كما تركته. لم أجد أحدا بالبيت غيري. إذن من أعد هذا الطعام؟ جلست في الصالة الواسعة على أحد المقاعد الخشبية الأنيقة والتي زين مسندها الخلفي بالأرابيسك، مفكرا فيما يحدث. هل البيت مسكون بشيء ما؟ هل ما يحدث فيه من أمور غريبة ترجع إلى أفعال الجان والعفاريت والأشباح؟ ارتجفت وأنا أتخيل أمرا كهذا، بالرغم من أني لم أكن في الواقع أصدق هذه الإدعاءات. بالتأكيد أنا لا أعني أنني لا أؤمن بوجودهما، لكني أعني أنها بالتأكيد لها عالمها الخاص والذي لن تتركه لمجرد أن تعابث البشر أو تزاحمهم في عالمهم. بعد حين أعجزني التفكير عن إيجاد تفسير منطقي لما يحدث لي. بدأت معدتي في التلوي احتجاجا وجوعا، فنهضت بتثاقل إلى المطبخ. تأملت إناء المكرونة مفكرا، إن كان من الصواب أن أتناولها أما أتخلص منها. كان هناك هاتف غامض يامز بأعماقي أن أكلها وإلا أخاف، لذا فقد وضعت بعضها في أحد الأطباق الموجودة بالخزانة الخشبية بعد أن غسلتها بالطبع بالرغم من نظافتها الواضحة، ثم عدت إلى الصالة لأتناولها. كانت لذيذة شهية
حاملة معها نفس المذاق اللاذع والذي كانت أمي تجيد صنعه فيما مضى. ابتسمت وأنا أشعر بغرابة ما أمر به هنا. أنا الآن بمفردي في بيت أبي وأتناول مكرونة كانت أمي هي الوحيدة التي تصنعها هكذا، لا أدري من صنعها. بدأ الأمر مغريا بالضحك، بدأت بالفعل أضحك. تعالى صوت ضحكاتي الصاخبة، أخذت تتردد بين جنبات البيت. تناثرت بعض بقايا المكرونة والتي كنت أكلها حول فمي وملابسي. وصلت الضحك والمجنون دون أن أتوقف لوقت غير قصير. بدأ أن الأمر قد استغرق ظهرا حين انتهيت من هذا الضحك. رحت ألهث بعدها، حبات من العرق تحتشت بجبهتي. تساءلت حينها إن كنت قد جننت أم أني في الطريق لهذا. انتهيت من الطعام فاتجهت إلى الراديو الخشبي العتيق ماركة فيليبس، والذي طالما جلسنا حوله منذ عقود. فتحته فارتفع منه صوت المذيع رخيما هادئا يذيع النشرة، لابد أنها النشرة 11 مساء. كان المذيع يتحدث بصوته الرخيم عن زيارة السادات لدمشق ولقائه بحافظ الأسد لإقناعه بجدوى مفاوضات السلام مع إسرائيل. راح يذيع أخبارا تعود لتلك الفترة في أواخر سبعينات القرن الماضي. بدأ الراديو وكأنما يستقبل موجات أثيرية من الماضي. لم أتمالك نفسي هذه المرة، قفزت من مقعدي. لابد أنني رحت لزمن طويل أرمج ببلاها الراديو القديم والذي ما زال يبث أخباري القديمة. هذه المرة من المستحيل أن أزعم أنني هنا ضحية مؤامرة ما، فما يحدث أكبر حتما من قدرة أي بشري. لقد انتقلت للماضي، انتقلت للماضي ولا أدري كيف حدث هذا. لم أحتمل صوت الراديو فأغلقته قبل أن أفقد عقلي تماما. شعرت بعياء لا حدود له، فاتجهت مترنحا إلى حجرتي لأنام. إنني بحاجة للراحة حقا كي لا أجن. تذكرت أن أهاتف زوجتي لأطمئن عليها وعلى أبنائي، لكني لم أجد هاتفي المحمول. أكون قد نسيته بحجرة نومي. بحثت عنه في الحجرة فلم أجده. أمر سخيف آخر، يئست من العثور عليه. فقررت أن أكف عن البحث عنه اليوم ولأبحث عنه ثانية في الغد، ربما سقط مني في أي مكان بالبيت الواسع. اتجهت لفراشي، رقدت عليه بإعياء وإنهاك لا حدود له. لم يكن هناك أي شيء يدور بعقلي الآن. بدأ عقلي فارغا كصفحة بيضاء. وفي الحال بدأ إحساس لذيذ بالخضر يتسلل إلى مفاصلي وعضلاتي. بدأ النوم قادما بلافة نحوي على جواده الذهبي ليمسح بفرشاته الذهبية شقوقي وقلقي. ثم نمت. من مذكرات السيدة كوثر حلمي زوجة الأستاذ شاكر عبد الحميد. مرة أخرى يصير هاتف زوجي شاكر خارج نطاق الخدمة، لا يستجيب الاتصال المتكرر به. أشعر بالانقباض، ينهشني القلق على زوجي، لا أدري سببا لمشاعري تلك. يختلق قلبي ويضطرب كلما تذكرته، فأتساءل بلهفة، ترى ماذا يفعل الآن؟ أتصل به ثانية ولا يجيبني إلا تلك العبارة المزعجة السخيفة. الهاتف المطلوب ربما يكون مغلقا أو خارج نطاق الخدمة، فأزداد اضطرابا. لا أدري لماذا صرت أفكر بالبيت بشيء من التشاؤم والخوف، صرت أخشى حقا. لابد أن حديث حماي الراحل والذي لم يتوقف يوما عنه قد سمم أفكاري عن البيت. صرت أتخيله وحشا أسطوريا
بفم واسع مظلم كالمغارة يبتلع زوجي. أعلم أن ما أفكر فيه سخف لا مبرر له، لكنني لا أستطيع الفكاك من تفكيري هذا، ولا حيلة لي في إبعاده عن عقلي. بالأمس غادر زوج البيت، فأويت إلى فراشي محملة بهواجسي وقلقي عليه. كان هناك الحلم المخيف، أو لنقل الكابوس المروع. في البداية كان هناك حماي الراحل، كان يوليني ظهره ممسكا بفأس، كان ينقب به في الأرض وهو يزيح بلا توقف أكواما من التراب. أحسست بالحيرة مما يفعله، غلبني فضولي فاقتربت منه لأرى ماذا يفعل، لكن شيئا ما خفيا ثبتني في الأرض في مكاني فلم أستطع التحرك. تصلبت بمكاني في انتظار أن أتبين ما يفعله. ظللت هكذا أراقب حماي حتى جاء من خلفي رجل ضخم، كان ممتضيا حصانا ضخما هو الآخر. لم أرى وجهه، تجاهلني هو أيضا، ثم اتجه إلى حماي مباشرة، ثم توقف بجواره موليا ظهره لي هو الآخر، ثم هتف فيه بصوت أرعبني: هل انتهيت من غرز بذرتنا في البيت؟ رد عليه حماي دون أن يتوقف عن تنقيبه هذا: نعم، أوشك أن أفعل، لم يبق إلا القليل يا أبي. أسرع إذن، البيت يطالبنا به، علينا أن نقدمه له. ويسرع حماي بالحفر، ولما انتهى التفت إلي، قال لي وهو يشير نحوي بيد استطالت أظافرها فصارت كالمخالب وابتسامة مخيفة ترتسم على وجهه: تعالي يا كوثر، تعالي لتري نبتتنا الجميلة، تقدمي ولا تخافي، انظري انظري ماذا فعلت. هنا عاودتني قدرتي على التحرك، تقدمت نحوه بخوف وتردد، فأشار حماي إلى الحفرة العميقة ثم قال بصوت كالفحيح: انظري. نظرت حيث أشار، فكدت أن أموت هلعا. كان رأس زوجي مقطوعا مغروزا في الثرى كبذرة في الأرض. صرخت هلعا، لكن تعالت ضحكات حماي المجنونة المخيفة. هنا استطال شعر زوج الناعم، تحول إلى أغصان شجرة ضخمة، ثم ارتفعت إلى عنان السماء. راحت أوراقها تقطر دما فوق رأسي ومن حولي. رحت أصرخ بلا توقف. رأيت حماي ينحني أمام البيت ويقول بصوت غليظ ومخيف: لقد عاد إليك فرعه يا سيدي، إنه عبدك. هنا استيقظت من النوم، رحت ألهث كما لم أفعل من قبل. لقد أغرق العرق الغزير الوسادة أسفل رأسي وبل الملابس نومي. تطلعت إلى الساعة الفسفورية فأشارت لتخطيها الرابعة صباحا. كنت أموت قلقا على زوجي حينها، فكرت أن أتصل به لأطمئن عليه، لكني خشيت أن يكون نائما فأزعجه أو أقلقه باتصالي في وقت كهذا. ظللت بمكاني على فراشي أفكر، وعشرات الأفكار السوداء تتراقص في عقلي ومخيلتي حتى أشرق الصباح. كان الأمر الآخر المحير هو ابناي. كنت قد أخبرتهما أن أباهما قد ذهب لبيت جدهما الراحل كي يجد مشتريا ما له. هنا ثار وغضب وارتفع صرخاتهما المعترضة على ما يقوم به أبوهما. بعد ساعات أتاني ابني عبد الحميد وقد ارتسم على وجهه تعبير مرعب لم أره عليه من قبل. قال لي بلهجة غريبة:
لن يبيعه يا أمي، إن بيتنا سيظل هكذا إلى الأبد، بيتنا. كنت ذاهلة مما يقوله، لم تكن كلماتي هي ما يقلقني في هذا الوقت، فلابد أنه يردد ما كان جده يقوله دائما على البيت. لكن ما أرعبني هو كيف صارت نظراته وحشية هكذا، كيف أصبحت لهجته باردة مخيفة. شعرت حينها أن من يحدثني ليس ابني أبدا ذا الأعوام العشر، إن من يحدثني هو الآن رجل بالغ مخيف لا أعرفه وأخشاه. ظللت أرمقه بحيرة، بدلني هو النظر بعيون مخيفة باردة لبعض الوقت قبل أن يتلاشى هذا التعبير من وجهي ويعود إلى وجهي وملامحه الطفولية البريئة التي أعرفها. حينها ابتسم لي وقال ببراءة حقيقية: بلغي أبي سلامي يا أمي، أخبريه أنني بانتظاره وأنني سوف أخاصمه حين يعود، لأنه لم يأخذنا معه إلى البيت لنراه. لم أرد عليه، فأمسك بيد أخيه واتجه به إلى حورتهم. تعالى صخبهما ثانية وهما يعودان إلى ألعابهما. لكنني رحت أفكر بجنون فيما شاهدته الآن منه. تذكرت ما رأيته في حجرة حماي قبل موته. ارتسم في خيالي حماي وحديثه الدائم عن البيت. تذكرت الحلم المخيف الذي حلمته. عدت لأفكر في زوجي الذي لا أعلم عنه أي شيء الآن. كنت ما زلت أحاول الاتصال به وتليفونه غير متاح. وجدت نفسي أنتحب، حيرة وتوتر وعجز لازمني. عدت لحجرتي ورحت أبكي كما أنني لم أبكي منذ وقت طويل. أبكي لأنني أخشى ما تخبئه الأيام لعائلتي. لم يكلمني جدي ولم يعرني أي اهتماما. حاولت أن ألفت انتباهه إلي، حدثته كثيرا فلم يلتفت إلي. كنت أرغب في رؤية وجهه، لكني كلما درت حوله دار بوجهي في الاتجاه الآخر وكأنما يتعمد ألا أرى وجهه. في النهاية شعرت بالملل والعنق مما يفعله بي، صرخت فيه بكل قوتي: لماذا تفعل هذا بي يا جدي؟ لماذا تخفي وجهك عني هكذا؟ دعني أراك. فأتاني صوته من بعيد وكأنما يصدر من شخص آخر مرددا: البيت إياك أن تتركه، إنه قدرنا. البيت يا ولد لا تغضبه. وظل يردد كلامه بلا توقف. وجدت نفسي أصرخ به ثانية: إنه ليس قدري وأنا لا أريده، سوف أبيعه، لن أعيش به، سوف أبيعه. لم يلتفت إلي، ظل وجهه مخفيا عني بتعمد. أتاني صوته غاضبا: تبيع أصلك وجذورك وأجدادك يا شقي، أنت ابن عاق، لست منا، أنت لست منا أبدا. عدت حينها لأدور حوله، ظل هو يدور بوجهي للناحية الأخرى. كنت أصرخ فيه بجنون: كلا يا جدي، أنت لا تفهم، أنا لست عاقا، أنا منكم، لكني سوف أبيع البيت. فراح صدى صوته يتردد في عقلي مخيفا وهو يبتعد عني، جسده يتراجع للخلف نحو الظلام. أنت لست منا، لست منا، لست منا. رحت أصرخ فيه بجنون وأنا أحرك ساقي بالكاد، لقد صارت تزن أطنانا الآن. لا يا جدي، بل أنا منكم، أنت تخرف،
أنت مجرد عجوز تخرف. أنا منكم، أنا منكم. كنت أكافح كي ألحقه، وفجأة وقبل أن أصل إليه مباشرة التفت بوجهي نحوي. رحت أصرخ وأنا أرى بدلا من وجهي وجها متآكلا مخيفا ممتلئا بالبثور والكدمات الزرقاء. رفع في وجهي يدين عظميتين بلا لحم، راحت مئات الديدان البيضاء المقززة تدخل وتخرج بلا توقف من لحمي المهتري المتآكل. كان يضحك عيناه بجنون، ضحكة صاخبة مخيفة، وهو يمد يده العظمية نحوي كأنما يرغب في القبض بها على رقبتي. رحت أتراجع برعب أمامه. ترددت في أذني كلماتي المفزعة: لن تبيع البيت أيها الأعمق، لن تستطيع أبدا أن تفعل، إن الميثاق أبدي، أبدي بيننا وبينه حتى قيام الساعة. أردت أن أصرخ فيه: سوف أبيعه رغما عنك. لكن صوتا لم يخرج من حنجرتي. ظللت أحاول جاهدا أن أنطق بلا جدوى. في النهاية وقبل أن تمس يده العظمية المشوهة عنقي توعطني صرخة عالية، فأفقت بعدها. نعم، لقد كان حلما، لا بل كان كابوسا. كانت هذه أول مرة أرى جدي فيها في حلم منذ زمن طويل. كنت مبللا تماما بالعرق، كنت ألهث كرجل خاض سباقا طويلا بالراحة. طافت عيناي بجوانب الغرفة المظلمة إلا من شعاع قمري بلون فضي شاحب كان يخترق النافذة الزجاجية. ازدادت طرقات قلب الفزع حين وصلت عيناي للركن الملاصق لباب الغرفة. كان هناك شبح رجل يقف قبالتي يدثره الظلام. جف حلقي فجأة حتى صار كالحطب المشتعلة. خانتني أحبالي الصوتية حين أردت أن أسأله برعب: من أنت؟ لم يخرج من فمي إلا همهمات مرتجفة مرعوبة. كنت أشعر بفزع لم أشعر به من قبل. قلبي يكاد أن يتوقف احتجاجا. ما زال لم يبرأ بعد من الكابوس والذي خرجت منه توا. كنت أرى بعين الخيال عيني المجوفتين والتي يخفيهما الظلام كانت ترمقني بثبات. كنت أدرك أنني أعرفه، إنه جدي. ثم هتف فجأة بصوتي الرخيم والذي طالما أرعبني وأنا صغير: لن تبيع البيت يا شقي، لن تستطيع أبدا أن تفعل هذا أيها الأبلة، إن الميثاق بيننا أبدي، أبدي أيها العاق. ثم تحرك ليدخل وجهه دائرة الضوء الخافت. كان يحمل وجهاً عظمياً مشوهاً تماماً كما كان بالحلم. تقدم نحوي ماداً يده العظمية نحوي. حاولت أن أبتعد عن يدي وأن أهرب، لكنني تجمدت في مكاني من الرعب. فكرت أن أصرخ، أن أبحث عن نجدة ما، بينما ظل يهتف بلا ملل وهو يتقدم نحوي: لست منا، لست منا، لست منا. وفي النهاية أفلتت صرخة من فمي. ثم أفقت مرة أخرى لأدرك أنني كنت أحلم. كان حلما داخل حلم، حلما مزدوجا لعينا كاد أن يقتلني من الرعب. أسرعت عيناي تنظران إلى الركن المظلم والذي كان يقف فيه جدي في الحلم. تنهدت بارتياح حين رأيته فارغا. شعرت بجسدي المبلل رعبا ومثانتي التي بدأت تضج من البول المحتبس بداخلها. حلق الجاف كرمال الصحراء الغربية
في ظاهرة صيفية. فنهضت مسرعا متجها إلى الحمام حيث أفرغت مثانتي. توجهت بعدها للمطبخ وشربت جرعات صغيرة من عصير التفاح، ثم عدت ثانية لحجرتي. الساعة العتيقة بجوار الفراش كانت تشير حينها للرابعة فجرا. ظللت لوقت طويل أحملق في فراغ الغرفة مفكرا في هذا الحلم المخيف والذي عايشته منذ قليل. لابد أن عقل الباطن هو من صنع كابوسا كهذا، ولابد أن توتري هو المسؤول عما أتخيله الآن. شعرت أن هناك وجودا نفسيا ما لهذا البيت، وربما كان هذا سر توتري وسر الأحداث الغريبة التي أعيشها الآن. كان علي أن أسرع في بيعي كي أنتهي من كل تلك الأشياء المزعة. تذكرت حينها أنني حتى الآن لم أعلن للجميع هنا عن نياتي في بيع البيت، لم أخبر إلا العمدة بهذا. في الصباح سوف أصنع إعلانا أخبر فيه الجميع عن البيت للبيع. تذكرت أيضا أنني لم أتصل بزوجتي ليلا. لابد أن القلق يساورها نحو الآن. علي أن أبحث مرة أخرى عن هاتفي المعمول حين أستيقظ، وإن لم أجده فعلي البحث عن هاتف ما في القرية حتى أحدثها. مضى الوقت بطيئا. قرب الخامسة عاودني النعاس مرة أخرى. نمت بلا أحلام هذه المرة. طرقتان خفيفتان على الباب أيقظتاني. في البداية ظننت أن مصدرها أحد أبنائي، لكني تذكرت أنني في البيت القديم بمفردي، فوثبت من الفراش توجسا وتساؤلا. من صاحب تلك الطرقات؟ مرت فترة من الصمت بعدها، فظننت أنني ربما كنت واهما أو أنني أحلم، لكن طرقة قوية أخرى على الباب أزالت الشك عن نفسي. هناك بالفعل من يطرق الباب وأنا لا أحلم أو أتوهم. هتفت بقلق وعيناي تبحثان بالجوار، تبحثان عن شيء ما يصلح كسلاح أحتمي به لو لازم الأمر. من بالخارج؟ أتى الجواب صاعقا وبصوت أنثوي لا أعرفه. إذن فقد استيقظت يا منصور، أسرع بتغيير ثيابك فالإفطار معد على المائدة، وجدك لا يحب أن ينتظر. قالتها ثم تناهى لسمعي بعدها طرقات خطواتها المبتعدة وهي تتردد على الأرضية الخشبية. جلست على فراشي محاولا أن أتمالك نفسي، محاولا استيعاب ما قالت لي تلك السيدة الغريبة. من منصور هذا والذي نعتتني به؟ بل في البداية من تكون هي؟ إن منصور الوحيد الذي أعرفه كان جدي، جدي الصارم المخيف والذي لازمني اليوم في أحلامي. هل تعتقد تلك المرأة بأنني منصور؟ شعرت بارتباك، تحسست جبهتي وضغطت عليها بأصابعي لأزيح قليلا من الصداع الذي راح ينهش عقلي، لكني لاحظت شيء ما غير مألوف حين لمست وجهي. كان وجهي أمرض، كان أصغر حجما مما اعتدته. استدرت بعنف نحو المرآة ونظرت إلى وجهي بحذر وترقب. لم تعكس المرآة وجهي الذي أعرفه، بل رأيت فيها وجها آخر، وجها طالما رأيته من قبل في بعض الصور الفوتوغرافية القديمة لعائلتي والتي كانت تعود لثلاثينيات القرن الماضي. رأيت ما آل إليه وجهي، فتذكرت صورة قديمة لجدي أثناء شبابه المبكر. كان يمتطي فيها حصانا أشهبا، ونظر التحدي قوية تتواثب من عينيه تكاد أن تملأ الصورة بأكملها. رحت أرمق في المرآة تلكما العينين النافذتين الواسعتين، والجبهة الواسعة العريضة، والأنف المستقيم القوي، والفم المتقلص والذي يجي بالرغبة في التسلط والقسوة.
لقد ذهب وجهي وحل واجه جدي محله، واجه جدي حين كان مراهقا. هل ما زلت أحلم أم تراني قد جننت؟ كان الاحتمال الثاني هو أقربهما لعقلي. ظلت عيناي الجاحظتان تنظران إلى المرآة برعب وغير تصديق. رحت أتلفت حولي بسرعة لأرى إن كان هناك أحدا غيري بالحجرة. كنت بمفردي، فعدت أنظر للمرآة لأرى أن الانعكاس الذي يحمل صورة جدي يتبع انفعالاتي أنا. عيناه جاحظتان كعيني، أنفاسه متسارعة كأنفاسي. مددت ذراعي نحو المرآة، فمد ذراعه نحوي. حركت أصابعي بحركات سريعة ففعل المثل. هذا انعكاسي أنا بلا شك. هذا يعني أنني صرت أحمل صورة جدي الراحل حين كان صبيا. فأين ذهب وجهي؟ استغرق مني الأمر بضع دقائق كي أسترد أنفاسي المضطربة حتى تنتظم دقات قلبي المرتاعة. لم أكف لحظة على التطلع إلى انعكاس صورتي في المرآة، عسى أن تعود مرة أخرى لتحمل وجهي أنا. لكن وجهي ظل كما هو يحمل صورة جدي. ومرة أخرى عادت الطرقات على الباب حاملة الصوت الأنثوي والذي ناداني منذ قليل، وهو يقول بنفاذ ثبرة هذه المرة: هل نمت ثانية يا منصور؟ إنك تبغي عراقا مع جدك هذا الصباح كما يبدو. وجدت نفسي أجيب عليها دون أن أدري لماذا فعلت. أنا لم أنم، سوف أهبط على الفور. إذن أسرع يا منصور، جدك بدأ في التملل وقد سأل عنك، لا نريد شجارا في الصباح أرجوك. ثم ابتعدت خطواتها فنهضت من الفراش. لاحظت جلبابا معلقا على مشبك خلف الباب فارتديته وخرجت. بدا البيت كما كان دائما، لا شيء فيه مختلف عما اعتدته. هبطت الدرج لأجد أن هناك عائلة ما قد تجلس حول المائدة والتي نتناول عليها الطعام. في صدر المائدة جلس رجل ضخم تبدو عليه القوة بالرغم من أنه مسن. كنت أعلم هذا الرجل من صورة قديمة له في صدر البيت. كان جدي بشتمر، وفي مواجهتي جلست امرأة طاعنة في السن مثله، يبدو عليها الضعف الشديد والشحوب بالرغم من جمالها والذي لم تنجح الأعوام في الذهاب به. وعن يمين الرجل كان هناك مقعد خال خمنت أنه لي. أما عن يساره فقد جلست سيدة جميلة في منتصف العمر تليها فتاة مراهقة تشبهها كثيرا، خمنت أنها لابد أن تكون ابنتها. كان الجميع يرمقونني، الرجل المسن يرمقني بنظرة غاضبة، والسيدة المسنة ترمقني بإشفاق، والسيدة التي بجواره بنظرة عتاب، والفتاة بنظرة خوف. تجاهلت النظرات كلها وجلست في مقعدي صامتا وأنا أحاول أن أستوعب ما يحدث لي. لكن الرجل لم يتركني لتأملاتي وحيرتي. صاح في وجهي بصوت هادر وغاضب: ألم أحذرك من التأخر ثانية؟ يبدو أنك لا تتعلم أبدا. هل صرت تبغي العقاب في كل يوم؟ تطلعت إليه بنظرة خاوية ولم أرد. أشعر أنني أعيش في فيلم غريب وقديم وقد أقحموني فيه إقحاما. هنا قالت السيدة المسنة محاولة تهدئته: لابد أنه استيقظ متأخرا يا بشتومر بيك، لن يفعلها ثانية بالتأكيد، أليس كذلك يا منصور؟ ثم انتقلت عيناي نحوها حاملة نفس النظرة الخاوية والتي أتابع بها ما يدور حولي. لم أعقب حينها. ساد الصمت والترقب على المائدة وكل العيون
مصوبة نهوي بتوجس وترقب. ثم قطع الرجل المسن الصمت ليقول بلهجة أقل غضبا: لماذا لا ترد يا ولد؟ هل أنت مريض؟ كنت أشعر بالخواء الشديد. من أنا؟ ومن أين جاء هؤلاء؟ وماذا يحدث؟ وجدت نفسي أنهض من مقعدي فجأة وقد سئمت ما يحدث. كنت أشير إليهم جميعا بإصبعي قائلا بعياء وحيرة: من أنتم؟ بل وكيف تكونون هنا الآن؟ إنني أعرفكم جميعا وكلكم موتى، فكيف عدتم للحياة ثانية؟ وكأني ألقيت قنبلة من الدهشة انفجرت في وجوههم فواجموا جميعا. لم أهتم بهذا، لقد قررت أن أترك كل هذا الهراء وأغادر المكان. انتفعت مهرونا للخارج. كان آخر ما سمعته قبل أن أخرج صوت جدي، كان يصيح بصوت نادر: أيها البيت، أنجدنا، لقد كنا الولد. بعدها دخلت إلى الحديقة، كانت أحسن ما يكون كما كانت دوما. مرة أخرى تزدهر الحديقة بعد أن كانت بالليل جدباء. لقد اعتدت الآن تلك الأشياء الغريبة، لقد شعرت أنني في طريق الجنون. ربما كنت أنا منصور كما ينادونني الآن، وربما كنت أهلوس بشأن عبد الحميد وشاكر. ربما لست أنا شاكر ولا وجود لشخص بهذا الاسم، وأنني أنا من صنعت وجودا وهميا له. ربما لست متزوجا ولا وجود لأبنائي. كنت حائرا، شاعرا بالتيه والذي يغرقني ويغمر عقلي. قادتني خطواتي إلى المكان الذي وضعت سيارتي به بالأمس حين أتيت. لم تكن هناك، لقد حلت محلها مركبة خشبية تجرها الخيول. شعرت برغبة ملحة في البكاء. أنا لا أعي ولا أفهم ما يحدث لي. جلست على الأرض والمليئة بالعشب، وقد أخفيت وجهي بكفي يدي، ثم رفعت رأسي وصرخت بعدها بجنون: من أنا؟ من أنا أيها البيت؟ لكن لم يجاوبني أحد ما، فأخذت بالبكاء قهرا. من أقوال إبراهيم صابر الشهير بإبراهيم كنكة في المحضر رقم 342 لعام 2009، مركز شرطة أبو قرقاص، أمام الرائد كمال عيسى رئيس المباحث: دعوني أخبركم بكل شيء ودون أن تقاطعوني، لأنني لا أنتوي الكذب هذه المرة. هذا في الواقع لأنني أرتجف في كل لحظة وأموت في كل يوم هلعا ألف مرة مما حدث لي. كنا أربعة، أنا ورضا وموسى هوجن وسالم أمشى. كما لا يخفى عليكم فكلنا لصوص ومسجلون خطر. أقلنا قد قبض عليه وسجن 5 مرات قبل ذلك. كان سالم هو من اقترح علينا أن نسطو على ذلك البيت المهجور. ظل يؤكد لنا كل ليلة أن البيت لم يعد أحدا يزوره، وأنه لابد أنه يحوي الكثير من الأشياء والتي تصلح لانتزاعها منه. لم أكن متحمسا في البداية لفكرته هذه، وكذلك موسى، وأعلن رضا أنه معنا فيما نقرره سويا. كلنا كان يعلم الحكايات الكثيرة التي تتناقلها الألسنة عن هذا البيت وعن نشأته الغامضة. كنا نعلم أن من سكنوه هم أول من كان هنا، وأن آخر من عاش به هو عبد الحميد بيك منصور، وأنه غادره حين أصيب بالشلل ليعيش مع ابنه بالقاهرة. لم يرى أحدا أبدا شيئا غريبا أو مخيفا يحيط بالبيت،
فلا سمعنا به عن جان أو عفاريت أو النداهة حتى، لكن كانت هناك دوما تلك المهابة التي تحيط بالبيت، الرهبة من محيطه وما يقال عنه، فلم يكسر أحد عن الدنو منه إلا بإذن أصحابه. لكن سالم كان لحوحا كذبابة صيف العينة، ومع الوقت والإلحاح الذي لا يرحم لانت عقولنا للفكرة، فقام موسى بمراقبة البيت لبضع أيام فلم يرى به أحدا ولم يرى به ما يريب، فقررنا أن نقوم بالأمر وأعددنا العدة لهذا. اخترنا يوما مظلما بلا قمر في سمائه، انتظرنا حتى انتصف الليل ثم حزمنا أمرنا واتجهنا إليه. قفزنا أسواره المتوسطة الارتفاع بيسر، ثم وجدنا أنفسنا في حديقة مهملة كثيرة الأعشاب الذابلة والأشجار المتشابكة وأوراق الشجر التالفة. اتجهنا مباشرة إلى البيت نفسه وتولى رضا أمر الباب. كان من النوع العتيق ذا مزلاج ضخم، حاول رضا فتحه كثيرا لكنه فشل، سبه وبصق عليه ثم ركله بغل قبل أن يتوقف أمامه حائرا وهو يحك رأسه بيأس. لم نكن لنقف أمام عقبة كهذه، انتقلت عيوننا بآلية نحو النوافذ الواسعة، لن يكون زجاجها عائقا بالتأكيد أمامنا، فاتجهنا إلى أقرب نافذة إلينا. اعتلاها موسى وخلع وشاحه، وضع حجرا بداخله كي يكتم صوت الحجر، ثم راح يضرب الزجاج ضربات متلاحقة حتى تهشم. أزال بعدها الزجاج المهشم صانعا فجوة تصلح لعبور النافذة وأشار إلينا، فصعدناها وعبرناها على الفور. كان البيت مظلما، فأضأنا مصابيحنا اليدوية وقد منعتهم من إشعال المصابيح الكهربائية كي لا يشعر بنا أحد. أدركنا من الوهلة الأولى كم الثراء والذي يتمتع به أصحاب البيت. كان هناك الكثير من الشمعدانات النحاسية الثقيلة والتماثيل البرونزية الضخمة واللوحات الفنية والتي لا بد أنها تساوي الكثير، كما بدت السجاجيد والمفارش بحالة طيبة، فقررنا أن نحصل عليها هي الأخرى. كانت غنيمة باردة وسهلة، كان علينا لو أعملنا عقولنا أن نكتفي بها، لكن الطمع والجشع بداخلنا دفعنا لأن نبحث عن المزيد. قال سالم وهو يدور بضوء مصباحه في المكان: أعتقد أن هذا البيت لابد أنه يحوي ما هو أكثر قيمة مما نراه هنا، ربما كانت هناك خزائن سرية تحوي أموالا أو مجوهرات، لذا علينا أن نفتش المكان جيدا. فقلت له معترضا وأنا أرى المكان المتسع للغاية: لكن تفتيشه قد يستغرق الليل كله، لا يجب علينا أن نمكث هنا طويلا. لكنه لم يبالي باعتراضي، رد علي بحسم حينها: إذن لنفترق ويبحث كل منا في اتجاه. وانقسمنا كما أشار لنا، فكانت الطابقة السفلية من نصيبي أنا ورضا، والطابق العلوي من نصيب موسى وسالم. اتجهت إلى رواق صغير على يمين الصالة يفصل المطبخ وحجرة أخرى عن الحمام الواسع، رحت أفتشهم بلا حماس حقيقي. راح رضا أيضا يبحث في الناحية الأخرى من الطابق. بعد قليل تعالت صيحة فجأة ثم وقدت على الفور، ارتجفت هلعا، أسرعت عائدا للصالة الواسعة لأرى ما هناك. بدا المكان ساكنا إلا من صوت خطوات بالأعلى، فناديت الجميع بقلق وضوء مصباحي يمسح الظلام.
رضا، سالم، موسى، أين أنتم؟ تعالت أصواتهم ملبيا النداء، فاستعدت رباط جأشي، عدت لبحثي. لابد أن أحدهم قد صادف فأرا ما، أو اصطدمت قدمه بشيء ما فأصدرت تلك الصرخة المكتومة. بحثت طويلا في الحجرة المجاورة للمطبخ، والتي كانت ممتلئة عن آخرها بالكثير من الخردوات والكراكيب. خمنت أنهم يلقون هنا بالأشياء التي لا يحتاجونها، ويرون أنهم قد يكونوا بحاجة لها فيما بعد. طال الوقت ولم أصفر إلا بمرآة طعم إطارها بالذهب. عدت نحو الصالة لأرى حظ الآخرين. كان المكان صامتا ساكنا كالقبر، فناديت على رضا ولما لم يجيبني قررت أن أذهب إليه لأرى ماذا يفعل. كان هناك ممر آخر مقابل الممر الذي فتشته، وعلى جانبيه بعض الحجرات الصالحة للسكن. كانت أول حجراته مكتبة عملاقة، دخلتها وأنا أنادي على رضا فلم يجيبني. سببته في سري متسائلا أين طراق الذهب. كانت حجرة المكتبة ضخمة للغاية، يتصدرها مكتب خشبي ضخم فخم في تصميمه. قد امتلأت حوائط الغرفة بالأرفف الخشبية المكدسة بالكتب. توقعت أن تحوي هذه الحجرة كنزا مخبأ في مكان ما كما يحدث في الأفلام. لابد أن هناك خزينة خفية خلف لوحة ما. لابد أن هناك قطعة ما من أثاث المكتب إذا حركتها تؤدي لفتح خزانة في الحائط. لقد رأيت هذا في الأفلام مرارا. بحثت طويلا لكنني لم أصل لشيء من هذا، فهممت بطرق الغرفة محبطا حين شعرت بقطرة سائلة لزجة تسقط من أعلى على جانب وجهي. تحسستها بين أناملي بارتياب. رفعت الضوء مصباح اليدوية لأعلى لأجد رضا معلقا بالسقف وبلا رأس. عرفته من هيئته وملابسه وقطرات الدم تتساقط من عنقه المبطور. شعرت بهلع لا حد له. ألقيت ما بيدي ما عدا المصباح. رحت أصرخ وأنا أسرع للخارج وقلبي يتواثب من صدري في عنف شديد. صعدت الدرج كالمجنون باحثا عن زميلي الآخرين، متلمسا الحماية والصحبة والاطمئنان بهما وعليهما. اتجهت إلى اليمين في البداية حيث لمحت ضوء مصباح يدوي في إحدى الحجرات، فخمنت أن بها أحد أصحابي. دخلت الحجرة لأجد المصباح ملقى على الأرض وضوءه متجه للحائط. رفعت رأسي لأعلى على الفور متوقعا أن أجد أحدهما معلقا بالسقف كما وجدت رضا بالأسفل، لكن السقف كان خاليا. كانت الغرفة خالية، فغادرتها لأتجه للغرفة التالية. كان هناك موسى، كان ملتصقا بالحائط من ظهري بصورة لا أفهمها دون أن أرى قيودا تربطه بها، وعلى وجهي ارتسمت ضحكة غريبة مفزعة. تعالت صرخاتي وأنا أكتشف أن جثته بلا ذراعين أو ساقين، ومن أسفله كانت هناك بحيرة هائلة من الدماء. لماذا مات وهو يضحك هكذا؟ وكيف احتفظ وجهه بتلك الضحكة الغريبة رغم موته؟ هذا ما لا أعلمه. لم يبقى إلا سالم. رحت أبحث عنه وأناديك المحموم في الحجرات الباقية. رأسي لا يتوقف عن الالتفات يمينا ويسارا وأماما وخلفا بحثا عن عدو وهمي قد يفعل بما فعله بالآخرين.
في الغرفة الأخيرة رأيته كان ماردا عملاقا يناهز المترين طولا، أسود كظلام الليل، ضخما كالمرض العمالقة. كان ينحني على شيء ما أمامه. تجمدت في مكاني، كنت أنظر إليه مذعورا وقد عجزت قدماي عن متابعة السير. انتبه إلي ثم التفت نحوي، كان يبتسم ابتسامة تنضح بالشر والظلام، وبين يديه رأيت جسد موسى مسجى على الأرض غارقا في دمائه. شاهدت تلك الفجوة الدامية الهائلة في صدره، على مقربة منه راح قلبه المنزوع من صدره يتواثب نابضا على الأرض. وجدت نفسي مرة واحدة أجري وأعد كما لم أفعل من قبل. اصطدمت بالسلم، لابد أن ذراعي قد كثر حينها، لكنني لم أشعر بأي ألم، لم أكن لأتوقف ولو قطع ذراعي نفسه. لقد كنت مذعورا، كنت خائفا كما لم أشعر من قبل. ثم ألقيت بجسدي من الشباك والذي حطمنا نافذته، رحت أجري في الحديقة المظلمة كالمجنون. كنت أسمع أنفاسه وهو يلاحقني. وصلت إلى السور الحجري وقفزت من فوقه ولم أتوقف. عندئذ رحت أصرخ بلا توقف وقد تهالك جسدي إعياء وفزعا. كانت هناك تلك الدورية الليلية والتي التقطتني وقبضت علي. لقد كنت بالبيت وفقدت أصحابي هناك، لابد أن ذلك العملاق الأسود هو من قتلهم. نعم، إنه قد قتلهم جميعا. لقد علمت الآن لماذا يخشى الجميع هذا البيت. إن هذا البيت ملعون، ملعون بلا مبالغة أو شك. حاولوا أن تفتشوه وسوف تدركون أنه ملعون، ملعون، ملعون كما أخبرنا الأجداد. يبدو أنني قد غفوت في الحديقة، وحين استيقظت كانت الشمس قد انتقلت إلى الغرب، فصبغت صفحة السماء بصفرة مقبضة. تطلعت إلى الحديقة الجدباء وأكوام الأوراق الذابلة التي تحيط بي، والتي لابد أنها قد ترقمت منذ زمن بعيد بيد الإهمال. مرة أخرى تعود الحديقة إلى صورتها الأولى والتي رأيتها حين عدت للبيت أول أمس. مرة أخرى تسترجع جدبها وموتها. هل البيت يعبث بي؟ كنت أعلم أن هذا ما يحدث بالفعل، إلا أنني هززت رأسي بعناد لأطرد تلك الفكرة من ذهني. البيت في النهاية ليس إلا أحجارا وجدرانا، لابد أن هناك تفسيرا ما لما يحدث. تذكرت ما حدث في الصباح. الرجل الفظ الذي لابد أنه كان جدي وزوجته العجوز، السيدة الجميلة التي أظن أنها والدة جدي، وابنتها التي لابد أنها أخته كريمان كما أذكرها. هل ما زالوا بالداخل بانتظاري؟ ثم أتوتر وأستعيد حيرتي. أنا لا أدري ماذا علي أن أفعل لو كانوا بالفعل بالداخل. دنوت ببصري إلى البيت، كانت مصابيحه مضاءة وقد تسلل الضوء خلال النوافذ والستائر نحو الخارج. أيعني هذا أنهم بالداخل؟ شعرت باليأس والحيرة لدقائق قبل أن أشعر بالغضب. لو كانوا بالداخل فعليهم أن يفسروا لي ما يحدث. لابد أن أحدهم على الأقل لديه تفسير ما لما يحدث لي. نهضت من مكاني واتجهت للبيت بخطوات متعجلة. نعم، لابد أن يفسروا لي ما يحدث. انتبهت إلى سيارات الشاهين والتي عادت مرة أخرى لتقبع بمكانها في الحديقة. ما زلت أذكر أنها لم تكن هاهنا في الصباح. لم أعر الأمر اهتماما كبيرا،
لم تتباطأ خطواتي. لم يكن اختفاء السيارة وعودتها هو أغرب ما مررت به منذ عدت. أخذت أبحث عنهم، كان البيت فارغا، ذهبوا ثانية واختفوا كما جاءوا. فتشت عنهم بالأعلى فلم أجدهم. مرة أخرى رحت وأتساءل، هل أتوهم كل ما يحدث؟ يطبع.